بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زمن الاحتكار والفساد الكروي في أفريقيا الذي هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى. المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين. وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعبت 3 نهائيات في آخر 4 سنوات وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز بلقب وسيفوز باللقب الثاني في 5 سنوات القادمة. والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي. هذه التصريحات مش تصريحاتي، لكن هي تصريحات الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي. الكلام ده قاله في هذه الجريدة أمام حضراتكم صباح المغربية. مش أنا اللي بقول، مش جمهور الأهلي اللي بيقول، ولكن ده قبل المباراة طبعا، ده رئيس الاتحاد المغربي. قال أيضا: الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن تتضافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في أفريقيا. المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع ما بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم. تخيل حضرتك أن دي كانت تصريحات الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو المكتب التنفيذي للكاف، واللي قالها لجريدة الصباح المغربي. ولكن اعكسوا الموضوع، اعكسوا التصريحات دي. التصريحات دي معناها أن زمن الفساد بدأ بالفعل مش من الفترة اللي فاتت، ولكن امبارح وبشكل فج وصارخ وغير مسبوق في تاريخ أي اتحاد قاري على الإطلاق. يعني هو إزاي أصلا التصريحات زي دي تعدي كده وتتقال؟ هو في كده في الدنيا؟ يعني ايه سيطرة على الكرة الأفريقية؟ ده الفساد بعينه نفس الفساد. هو الفساد ده يتلخص في الكلام اللي بيتقال ده؟ أنا الحقيقة مش مصدق كل الكلام اللي بيتقال. وبعدين أستاذ فوزي لقجع وهو بيتكلم، أنا هوجه هنا رسالتي مباشرة للمهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي، أكبر قيادة رياضية في مصر وأقدم عضو مكتب تنفيذي في الفيفا والكاف. هو الكلام اللي بيقوله الأستاذ فوزي لقجع ده بيمس حضرتك يا باشمهندس هاني، الكلام ده بيمس حضرتك. وإيه الموقف من اللي بيحصل وبيتقال ده عننا ده، أو عن اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ده في الاتحاد الأفريقي؟ هي الاتهامات دي اتهامات لمين بالظبط يا باشمهندس هاني؟ الكلام اللي بيتقال ده، حضرتك عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا بقالك كام سنة؟ أقدم عضو بقالك 100 سنة، يعني بقالك فترة طويلة يعني أقصد. وبالتالي هو الكلام ده بيتقال لمين؟ الكلام ده اتهامات واضحة وصريحة لكل اللي بيتقال. حاجة غريبة جدا واتهامات غريبة جدا وأمور غريبة جدا الواحد بيشوفها. ده احنا بقالنا اسبوعين، المباراة لم تبدأ امبارح الساعة 9، المباراة بدأت من 22 يوم ولا من 21 يوم منذ أن أعلن الاتحاد الإفريقي عن عمد. انتظر حتى نهاية المباراة الأولى ما بين الوداد في النصف النهائي وبترو أتلتيكو اللي انتهت في بترو أتلتيكو في أنجولا 3-1، وأعلن الاتحاد الإفريقي عن انسحاب السنغال. الأول قال تصويت وكلام من ده، وقال كلام كتير جدا اتقال، وبعدين فجأة قال لك السنغال انسحبت والمغرب هي اللي هتنظم. تخيل حضرتك ان امبارح اتقال التذاكر 10/10/20/5، زي ما حضرتك شفت كده امبارح التذاكر كانت عامله ازاي، او كان المنظر عامل ازاي. وعلى فكره انا ما بلومش اخواتنا في المغرب خالص، ولا ليهم اي علاقه بالموضوع. انا علاقتي باللي بيحصل والاتحاد الافريقي اللي بيوافق على هذا التدليس. تدليس يا فندم حصل امبارح واضح جدا. هل ده معناه ان احنا كنا كويس؟ انا بس عشان
اخواتنا هم مش يعني الاصدقاء اللي بيطلعوا يقعدوا يقولوا هقعد تعيطوا تقعدوا تعملوا نعيط ليه؟ انا اعيط عشان انا واخد 10 بطولات يعني ولا اعيط ليه؟ اعيط ان انا باصل دايما للمباراه النهائيه؟ بعيط ان انا حاطط رجل اقعد كده واحط رجل على رجل قدام الناس كلها واقول لهم ان انا الاهلي؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه؟ من امبارح للنهارده الواحد بيسمع كلام من بعض من لا يشجع النادي الاهلي غريب جدا. مين ده اللي يزعل؟ زعلانين، احنا زعلانين عشان اتغلبنا في المباراه النهائيه بالمناسبه. مش زعلان عشان انا طلعت من دور اقصائي ولا من دور مجموعات ولا من هنا ولا لا. ده لو دي حصلت في النادي الاهلي يا نهار اسود اللي كان ممكن يحصل من الجمهور. انا ما بزعلش عشان انا طالع من، انا زعلان عشان اتغلبت في المباراه النهائيه عن ظلم. تخيل حضرتك، وانا بكلم الاهلاويه العاقلين، تخيل حضرتك ان لو المباراه دي بتتلعب في ملعب اخر، هل كان الاهلي هيتغلب بالشكل ده؟ عندنا مشاكل فنيه. ايوه انا بعترف ان احنا عندنا مشاكل فنيه، مش انا لوحدي، مصر كلها اعترفت بهذا الامر. محدش بيقول ان احنا كنا كويسين واتغلبنا اطلاقا، ولكن انا بقول ان الاجواء لو كانت افضل من كده بالنسبه للاعبين كانت هتبقى اجواء، كان من الممكن ان يكون اللاعبين افضل من كده بكتير. وانا ما بديش هنا تبرير للعيبه ولا حاجه، ولكن في نفس الوقت احنا ياما شفنا في مثل هذه الامور. هتقول لي اصل انتوا لعبتوا في مباراه الصفاقسي في 2006، لعبنا كده وكل حاجه، ولكن كان في مباراه اولى وكنا واخدين حقنا، عشان كده كنا عارفين ان احنا هنروح هناك. لكن اللي عمله الاتحاد الافريقي في هذه المباراه وكيفيه التحضير لهذه المباراه، طيب هل من الممكن ان يكون هناك؟ انا عايز بس حد يجاوبني على هذا السؤال، اي مسؤول يجاوبني على هذا السؤال. هل من الممكن ان يكون اعضاء مجلس اداره نادي الوداد ورئيس مجلس اداره نادي الوداد داخلين استاد القاهره مثلا في مباراه نهائيه ويحصل معاهم اللي حصل امبارح مع اعضاء مجلس ادارتنا ورئيس النادي؟ هل ده ممكن يحصل؟ لا، لا يمكن ان يحدث اطلاقا. ولكن اللي حصل امبارح اهانه، واللي حصل امبارح لن يقبله احد. فعشان كده احنا دايما لما بنيجي نتكلم، انا ما بحبش ولا اتكلم ولا اعلي النبره لمجرد ان انا بعليها وخلاص. انا لو هذه المباراه كانت بتلعب في اجواء عادله زي ما الكابتن خطيب عمل امبارح، الكابتن خطيب عمل ايه؟ راح الناس راحت تسلم على رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي، قال لهم ايه؟ قال لهم اتس نوت فير. اللي حصل ده ليس عادلا. ممكن اتغلب بالمناسبه، اروح العب في ملعب اخر واتغلب، ما عنديش مشكله. ساعتها انا كل الاهلاويه هيقولوا ان موسيماني عمل واللعيبه كانت وحشه ويستحقوا كذا ويستحقوا، زي ما اللعيبه بتطلع سبع سما لما بناخد بيهم البطوله، برضو اللاعبين والمدير الفني والجهاز الفني يستحقوا الانتقاد. وعلى فكره ما عندهمش مشكله، لان هم عارفين ان هم، ولكن هم بيقولوا دايما ايه، او اللي بيتقال ايه، ان كان نفسنا نبقى نلعب في أجواء عادلة أكتر من كده. لكن على الجانب الآخر، وبالمناسبة كل التصريحات اللي قالها الأستاذ فوزي لقجع منذ قليل، طلع الأستاذ محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم، ده لسه بيقولوا لي الاتحاد الرسمي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي، ونفى كل هذه التصريحات، قال لك ما قالش. أنا على فكرة هي مش منشورة في الأهرام ولا الأخبار المصرية، دي منشورة في جريدة الصباح المغربية، الصحف المغربية، واحدة من أكبر الصحف في المغرب، مش عندي، مش في الأهرام ولا الأخبار ولا لا 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 لا، ولا حد كلمه. ولكن هذه الصحيفة أو هذه التصريحات منشورة في إحدى الصحف المغربية أو واحدة من أكبر الصحف المغربية، ولكن وجب علي أن أنا أقول هذا الكلام، إن كل التصريحات دي اتنفت طبعا، يعني لانه كانت ردة الفعل من جمهور الاهلي ومن مسؤولين او الاعلاميين اللي في النادي الاهلي كلهم كانوا بيتكلموا في هذا الاطار. هو ينفع حد يطلع يقول هذا الكلام؟ الكلام ده
هو كلام عاري تماما من الصحة. تخيل حضرتك ان انا شايف حد امبارح بيدافع عن لعب المباراة في المغرب وبيقول انتوا مش عايزين الناس تتفرج؟ مش عايزين الناس تتفرج؟ ليه؟ هو الناس ما ينفعش تتفرج غير في المغرب؟ او في مباراة او في ملعب واحد لمدة 3 سنين ورا بعض؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه الكلام الغريب اللي الواحد بيسمعه ده؟ هي الدنيا اتبدلت للدرجة دي؟ هي الحياة اتبدلت للدرجة دي؟ لدرجة أن يتم المجاهرة باللي احنا بالغلط؟ يعني واحد يغلط ويسرقك ويطلع يقول لك أنا أنت اللي حرامي وأنت اللي بتعمل؟ إيه الكلام الغريب ده؟ أنا أول مرة في حياتي أشوف كده. بجد والله أول مرة في حياتي أشوف كده. لو صح الكلام ده هو كلام عاري تماما من الصحة. وأنا برضو بستغرب جدا كلام أو موقف المهندس هاني أبو ريدة. يا باشمهندس هل ينفع أن يتقال من أحد أعضاء المكتب التنفيذي وأحد أصدقائك بالمناسبة، ينفع يتقال أنه الراجل ده يقول أن في حاجات بتحصل في الاتحاد الأفريقي أو كان في فساد بيحصل الفترة اللي فاتت ودلوقتي انتهى؟ أو مع أنه أنا على الرغم من شايف أنه بالعكس هو بدأ امبارح بالكلام اللي اتقال ده، أو بدأ من 20 ولا 21 يوم تحديدا بكل اللي كان بيحصل وكل المهاترات اللي كانت بتحصل خلال الفترة السابقة، ومع ذلك حاول مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون على وعي كبير جدا جدا باللي حضراتكم شفتوه، وكان موجود بكامل هيئته تقريبا في المغرب لمساندة اللاعبين والوقوف بجانب اللاعبين. أنا بس عايز أوري حضراتكم، مش عايزكم تقلقوا، لانه هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده بقى اجد مبرر للاعبين والجهاز الفني؟ لا يا فندم. اتمنى ان اللي ياخد كلامي ها ويطلع يتريق عليه يقول ان انا قلت ان ده مش مبرر للاعبين والجهاز الفني اللي كانوا من المفترض ان هم كانوا يكونوا افضل من كده مليون مره. لكن انا عارف ان الناس اتعودت على اقتطاع بعض من لا يشجع الاهلي، ما بكبش، لكن بيقتطعوا دائما الكلام من سياقه وينشروه. هذا للمره المليون، هذا ليس مبرر للاعبين ولا للجهاز الفني اللي انا شايف، مش اللي انا، اللي مصر كلها او معظم الناس المحللين الكبار شايفين ان هم كان ممكن يكونوا في الملعب افضل من كده 100 مره. والجهاز الفني كان من الممكن ان يتعامل مع المباراه افضل من كده 100 مره. ولكن هل ده معناه برضو احنا كجمهور نروح نذبح اللعيبه ونهد المعبد من اوله؟ عمر ما كان ده النادي الاهلي ولا دي ثقافه جمهور النادي الاهلي. ومتاكد من هذا الكلام، انا متاكد زعلانين ومتضايقين، ومن امبارح للنهارده في اي حته انا بمشي فيها الناس تقول لي لا اتغلبنا وبعدين هيحصل ولا حاجه. مش هيحصل حاجه. انا هوري لحضراتكم صوره وحوريكوا الفرق ما بين الصورتين 8 سنين او 7 سنين. معلش هات لي الصورتين يا سمير لو سمحت. الصوره اللي فوق دي يا فندم، السيد رئيس النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بص تعبير الوش فوق وبص تعبير الوش تحت. عارف الفرق بين الصورتين دول كام سنه؟ اللي فوق دي كانت من 2018 بعد هزيمة النادي الأهلي وخروجه من دور الثمانية في من سان داونز 2018-2019. الصورة اللي تحت دي يا فندم 2021-22. سيد العمري فاروق نائب رئيس النادي فوق، وتحت السيد العمري فاروق نائب رئيس. تقريبا تحس ان هي نفس الشكل، نفس الصورة، نفس الغضب، نفس الزعل، نفس نظرة هنعمل ايه الفترة اللي جاية، او ما تقلقوش من حاجة. هل حد شايف اختلاف في الصورة؟ والله يا جماعة فارق تقريبا 4 سنين او 5 سنين. خلال ال5 سنين اللي بعد الصورة الاولى دي او ال4 سنين اللي بعد الصورة الاولى دي، النادي الاهلي وصل لنهائي كاس افريقيا ال4 مرات ولا ال5 مرات. النادي الاهلي فاز بالدوري تقريبا باستثناء السنه اللي فاتت، النادي الاهلي فاز بالكاس في كل مباراه باستثناء السنه اللي فاتت، برونزيتين كاس عالم في ال4 سنين.
2 سوبر افريقي، واعد بقى زي ما تعد. فانا كنت بس واضح وصريح مع حضرتك، وعايز اجيب لك الصوره دي عشان تعرف ان عندك مجلس اداره لن يسكت عن اي شيء. وزي ما اتعودنا مع بعض، والله يا جماعه الناس بتقول لي اه فرق الصوره ما بين دي وما بين دي، هي دي مش صوره واحده. الصوره اللي فوق دي يا جماعه كانت بعد مباراه سان داونز وخروجنا في 2018 2019، الصوره اللي تحت دي كانت امبارح. اللي فوق ده الاسطوره محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. الصوره اللي تحت دي نفس الاثنين تقريبا، نفس تعبير الوش هنا وهنا. دي بس رسالة أنا من خلال الصورتين دول، أنا شفت الصورتين دول النهاردة الحقيقة بقيت يعني خدت نفسي، لأن أنا عارف إن أنا عندي مجلس إدارة كأهلاوي، يعني أنا عارف إن أنا عندي مجلس إدارة قوي، وعندي رئيس نادي عارف وشايف ومتابع كل التفاصيل، ورد فعله في المرة اللي فاتت يخليني لو هناك رد فعل. ان انا خلي بال حضرتك انا ما بتكلمش على موقف رسمي، انا بتكلم على استشعار، حاجه انا بستشعرها، لكن انا لا اتكلم عن مواقف رسميه. الموقف الرسمي تم اعلانه امبارح بعد ما كان هناك بعض الاخبار بتقول ان في اجتماع مجلس اداره طارئ علشان كذا وكذا، ولكن كان هناك موقف رسمي واضح من النادي الاهلي ببيان رسمي ان لا يوجد اجتماعات طارئة خلال الفترة القادمة ولا أي شيء ولا كذا. ولكن هل مش من حق النادي ولجنة الكرة وشركة الكرة وكل من هو مسؤول عن كرة القدم إن هو إحنا ليه خسرنا بطولة أفريقيا؟ يراجع الموقف، يقيم اللي حصل، يبص للي هيحصل الفترة اللي جاية. هو ده مش حقنا ولا حق الناس إن هي تعمل كده ولا مش حقهم؟ ففي وسط هذه المعلومات وأنا قاعد النهاردة بقرأ وبذاكر اللي هيتقال، لقيت الصورتين دول الحقيقة، أو افتكرت صورة الكابتن في بعد سان داونز، وافتكرت وشفت صورة الكابتن من امبارح. فأنا الحقيقة الموضوع بالنسبة لي لا، من حق مجلس إدارة النادي الأهلي ومن حق كل من له مسؤولية عن الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة الجاية إن هو يقعد مع بيتسو موسوماني ويسأله إيه القرارات. يعني قرارات اللي قدامي رسمي دلوقتي إن بيتسو موسوماني عنده قدامه سنتين في النادي الأهلي، محدش يقدر يقول غير كده، خلي بال حضرتك، لانه ده هو النادي الاهلي وده الموقف الرسمي من النادي الاهلي. لكن كل اللي انا بتكلم فيه مع حضرتك ده بستشعر الامر، بشوف ان مجلس اداره عندي يستطيع ان هو يعمل اي حاجه لو لقى ان الموضوع فيه مشاكل. ما تيجي يا مستر بيتسو اقعد اتفضل قول لنا واحنا ليه اتغلبنا في البطولة الأفريقية؟ هيقول عشان التنظيم لم يكن عادلا وكذا وكذا وكذا. ماشي. طيب ده الناحية التنظيمية والكذا والكذا، واحنا عملنا من الناحية الإدارية كذا وكذا وكذا اللي حضراتكم كنتوا شايفينه خلال ال 10 15 20 يوم اللي فاتوا. طب من الناحية الفنية؟ أنت بتكلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية. فهو عارف بيتكلم في ايه، بيتكلم مع واحد من اهم كابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر، ناس عارفه هي بتعمل ايه وبتتكلم ازاي. فهل ده معناه ان انا ببرر اللي حصل امبارح؟ لا يوجد تبرير لما حدث امس، حتى عدم العداله اللي احنا ما شفناهوش، خلي بال حضرتك، حتى عدم العدالة اللي احنا كان نفسنا يبقى موجود قدامنا ان احنا نلعب في عدالة، ولو اتغلبنا ساعتها كنا هنتكلم ونقول ناحية فنية وكذا وكذا وكذا. ولكن الكاف بقى خلاص، تخيل حضرتك ان الكاف بيقول والله ما انا اللي بقول، والله العظيم ما احنا اللي بنقول الكلام ده، الكاف خلاص بيقول ايه بقى؟ هيرجع تاني لنهائي الذهاب والإياب بعد ما اتعمل اللي هم عايزينه كله والعالم كله شافه، قال لك انا هرجع تاني للذهاب والاياب. عندي خبر بيقول يعني خليني بدا خبر رسمي من الاتحاد الافريقي
مش من النادي الأهلي ولا من جمهور الأهلي. بدأ مسؤول الاتحاد الأفريقي الكاف مناقشة عودة النظام القديم في نهائيات البطولات الأفريقية بإقامتها ذهابا وإيابا كما كان متبعا سابقا أو مسبقا، وإلغاء النظام الحالي بإقامة النهائي من مباراة وحيدة، وهو ما جعله نظام ظالم بعض الشيء. مين اللي بيقول؟ الخبر اللي نزل على عهدة الاتحاد الأفريقي. هم نفسهم بيصفوا إن المباراة اللي اتلعبت امبارح أو النظام اللي اتلعبت فيه مباراة امبارح نظام ظالم بعض الشيء. مش أنا. نظرا لعدم تكافؤ الفرص في ظل تأهل أحد الفرق المحلية لنفس الدولة المستضيفة لنهائي البطولة. وهو ما يمثل عبء كبير على النادي المنافس. وده اللي حصل امبارح في مباراة الأهلي والوداد. وده النقاش بالمناسبة، ده النقاش اللي داير في الاتحاد الأفريقي دلوقتي. يقول لك بقول لكم إيه؟ إحنا مش عايزين وجع دماغ، ومش عايزين، إحنا خلاص الدنيا اتظبطت وعملنا اللي إحنا عايزينه. بيقولوش كده طبعًا، لكن هو ده اللي في القلب يعني. اتظبطت وعملنا اللي احنا عايزينه، خلونا بقى نرجع للذهاب والاياب ومش عايزين وجع دماغ، واللي يكسب يكسب واللي يعمل يعمل. ما هو السوبر قبل كده راح في دوله غير افريقيه ولقيت مبرر يعني. فكل الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعه زي ما حضرتك شايف كده هو كلام تم يعني، حتى كلام الاستاذ فوزي لقجع زي ما قلت لحضراتكم ان هو تم نفيه يعني. طلع متحدث رسمي باسم الاتحاد المغربي وقال ان لا الكلام ده ما حصلش، لانه طبعا الكلام اللي اتقال ده كلام غريب جدا 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 جدا. وخلوني بس الخص لحضراتكم الحكايه من بدايتها. اتحاد كوره بيخبي جواب استضافه المباراه النهائيه وما بيبعتوش للنادي الاهلي. وعلى راي الفنان الكبير جدا محمود المليجي العظيم، قال لك ايه؟ وعايزني اكسبها. عايزني اكسبها. اتحاد قاري بيتجاوز كل اللوائح والاعراف وبيمنح المباراه النهائيه لنفس البلد للمره الثانيه ان لم تكن الثالثه، علشان يوجه البطولة لنادي بعينه على أرضه وبجماهيره وعايز نكسبها. التصريحات اللي حضراتكم سمعتوها أو اللي أنا قلتها لحضراتكم من شوية وتم نفيها، بالمناسبة لازم أقول كده، وتم نفيها، إن يطلع ويقول إن المغرب فازت بتنظيم النهائي بالأصوات وديمقراطية، ويطلع الكاب ببيان يقول أصل السنغال انسحبت من التنظيم فديناها للمغرب وعايز نكسبها. حتى في العشر تلاف تذكرة ما يوصلنيش منهم غير 2000 ولا 2500 تذكرة وعايزني اكسبها. ده رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ما كانوش عارفين يخشوا الملعب وعايزني اكسبها. فوزي لقجع يطلع يقول أصل النهائي كان لازم يبقى مغربي خالص. أهو اتفضل حضرتك، اتفضل كل اللي حضرتك شايفه ده. والله اقسم بالله هو هذا الكلام زي ما نائب رئيس النادي الاهلي ووزير سابق مش عارف يخش ملعب المباراه النهائيه اللي هو نائب رئيس نادي فيه، واعضاء مجلس الاداره واحد واحد هم ورا بعض، استاذ خالد مرتجي امين الصندوق، استاذ محمد الجرح، الاستاذ طارق انديل اعضاء مجلس الاداره. ما هو المطلوب اكتر من كده؟ تخيل حضرتك ان ده بيحصل، هل عمرها حصلت هنا؟ لم تحدث اطلاقا ولن تحدث. زي ما حضراتكم شايفين انا مش بقول اي كلام، الصوره مع حضرتك اهو. السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وزي ما حضرتك شايف تفضل ويقول لك ايه يا جماعة ده يعني السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم عارفين عنده شوية مشاكل في ظهره والكلام ده كله، ولكن مش قادر ينزل الراجل يعني.
فاستاذ العمري نزل له ولف وعمله كابتن حسام غالي، وبعد كده شفتوا بقى اللقطات اللي حصلت. تعالى لي يا سمير مره ثانيه، شفتوا بقى اللقطات اللي حصلت مره ثانيه. فتحيه كبيره جدا لروح المخرج الرائع يوسف شاهين والفنان العظيم محمود المليجي، الحقيقه اللي عايزني اكسبها دي حاجه كده تخليك ايه، كل حاجه غلط حصلت كل، وهذا لا يمنع للمره المليون اهو بعيد واكرر، وهذا لا يمنع ان احنا عندنا مشاكل فنيه في الفرقه، وعندنا مشاكل فنيه في الاداره الفنيه للمباراه، كل ده كلام، واللي حصل ما قبل المباراه في كلام. عيب اللي حصل، لا يصح اللي حصل، ما ينفعش يتكرر تاني في افريقيا. تخيل حضرتك ان انت في نهائي دوري ابطال افريقيا، افضل بطوله او افضل، المفروض ان هو ثالث افضل نهائي في العالم كله، بيتقال قبل المباراه ان ممكن الفار يتعطل، يعني ممكن الكهرباء تتقطع قبل المباراه. انا مش عايز اتكلم عن المباراه وقبل المباراه، ولكن كل هذه الاحداث حصلت، وكل هذه الاحداث الناس بتتكلم عنها. اتمنى ان يكون هناك وقفه قويه ضد الفساد من خلال الاتحاد الافريقي. اتمنى ان تكون مره ثانيه، اتمنى ان يكون هناك وقفه قويه جدا جدا ضد الفساد في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي محتاج شغل كتير كبير جدا 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 خلال الفتره القادمه. ربنا يكرم، اللي احنا الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب جدا، وهو وقت تضافر الجهود، ووقت ان احنا نقف الهدوء اولا، ووقت ان احنا نبص لما هو قادم. عندنا فتره اعتقد 10 12 يوم يخلونا ننتظر القادم. عندنا خلاص البطوله الافريقيه انتهت، نبص بقى للدوري المحلي. الدوري المحلي عندنا فيه بعض المشاكل، لكن ان شاء الله بقى لعيبه تبتدي تركز مره ثانيه، موسيماني يبتدي يركز، يقعد مع الاداره، اللي بالمناسبه من حق اي اداره في العالم ان هي لما تتغلب في نهائي دوري ابطال افريقيا او اسيا او اي حد في اي اداره في العالم بيحصل معاها كده، من حقها ان هي تقعد مع المدرب وتساله ايه اللي حصل. بالمناسبه يعني ده في وسط الكلام، انا ما اعرفش هيقعد ولا لا، بس انا بتكلم ان حتى لو ده حصل ده طبيعي يا جماعه، طبيعي. هل من الطبيعي او مش من الطبيعي ان هم يسيبوا الموسيماني كده خلاص كويس؟ لا، انت اخطات او عندك اخطاء. طب ليه اتغلبنا؟ الناس تفهم احنا ليه اتغلبنا، وجهه نظر المدير الفني يعني. طبيعي جدا، وبناء عليه المباريات القادمه والتحضير للمباريات القادمه، وهو الاهم في كل شيء. التحضير للمباريات القادمه في الدوري هو المهم دلوقتي. كلنا ورا بعض، كلنا ماسكين في ايدين بعض، كلنا هنفضل واقفين علشان كبوه وعدت. كبوه وعدت. امبارح انتهت المباراه. هنبدا نقطه ونبدا اللي جاي. هو ده النادي الاهلي، اتعلمنا كده في النادي الاهلي بالمناسبه. ان خلاص انتهت، نقفل ونقطه واللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي اصعب من اللي فات. اللي جاي اصعب من اللي فات، لانه الكل بيحضر ان هو عايز، ومن حقهم طبعا فنيا واداريا وكل شيء، ان كل الانديه نفسها تلعب بطوله افريقيا وتكسب بطوله افريقيا، لان النادي الاهلي إيه؟ وانا حذرت بالكلام ده قبل المباراه، ويمكن ناس كتيره كانت بتقول لي اسلام يعني بقى الموضوع لا، الموضوع هو واضح. احنا في 2007 لم يحدث ان فاز النادي الاهلي وعلى ارضه ووسط جمهوره، ولم يستطيع النادي الاهلي بسبب التحكيم الغير عادل في 2007 من عبد الرحيم العرجون. انا كنت اتشرف بان انا موجود في الملعب. في 2022 نفس الموقف تقريبا، ولكن بشكل اخر وباسلوب تاني. فكل اللي حضراتكم شايفينه ده يجب ان ينتهي، ويجب ان يتوقف الفساد. وده عكس الكلام اللي بيقوله الاستاذ فوزي. كان الفتره السابقه فيها طبعا ما في حاجه ما فيهاش فساد، اكيد كان في فساد انا ما اعرفش، لكن لم يكن كان بيتدارى الفساد، كان بيتدارى كده، يقعد تلاقيه بيتدارى وبيروح يمين وبيروح شمال.
لكن ما كانش في تفصيل للبطولات، ما كانش في ترزيه للبطولات، ان اصل السنغال انسحب واصل مش عارف مين دخل ومين عمل، ولا بالعكس مشاهده وبتاع. عموما خلاص احنا زي ما قلت لحضراتكم هننتظر الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل وهنشوف، وطبعا بناء على بيانات اللي هيصدر. بيانات دي تعبه ناس كتير على فكره بالمناسبه، وانا بتكلم مع حضراتكم كل ما النادي الاهلي يصدر بيان. حضراتكم عايزين النادي الاهلي يتواصل مع جمهوره ازاي؟ لكل من لا يشجع النادي الاهلي بيقعدوا يقول لك اصل البيانات والكتير والتريقه طيب عندما يريد ان يتواصل النادي الاهلي رسميا مع جمهوره يتواصل ازاي؟ ما هو بيقول لهم يعني النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي بيطلع بيان يقول فيه يا جماعه والله البيان احنا 1 2 3 او هنعمل الفتره الجايه 1 2 3 عشان الجمهور يبقى عارف، بيشرح فيه وجهه نظره من خلال الصفحه الرسميه والقناه الرسميه للنادي بس. ادي الموضوع طريقه تواصل مع الجمهور بس، وقرارات بيتم اتخاذها. لكن ما فيش مشكله، انا مش عارف يعني. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير وايه اللي حصل في النهارده بعد نهايه هذه المباراه وهزيمه النادي الاهلي من الوداد المغربي. هنعرف كل هذه الاخبار ولكن بعد الفاصل. وعايز نكسبها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مجلس إدارة النادي الأهلي لم يدعو لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكلما تردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة. ده البيان اللي نزله نادي الأهلي امبارح بعد نهاية المباراة بشوية صغيرين كده، طلعت أخبار بيتقال فيها أن النادي الأهلي هيعمل اجتماعات وكذا، على الرغم أن ده حق النادي الأهلي، ولكن حرصا على ان الجمهور يبقى عارف كل حاجه. واذا كنت عايز تعرف حضرتك حاجه، وده الكلام اللي احنا بنقوله دائما، اذا كنت حضرتك عايز تعرف حاجه شوف البيانات اللي بينزلها النادي الاهلي. هو مجلس اداره النادي الاهلي لو عايز يعمل اجتماع مش بيطلع يقول يا جماعه انا هعمل اجتماع، وبعد الاجتماع بيطلع يتكلم عن اللي حصل في الاجتماع؟ بيحصل بمنتهى الشفافيه وبيقول لك 1 2 3 4 5 6 7 فحاجات يعني. يلا، بعثة الأهلي تصل القاهرة، بعثة النادي الأهلي وصلت إلى القاهرة من المغرب بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، وكانت البعثة قد استقلت الطائرة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 3 فجر اليوم، حيث توجهت البعثة من الملعب إلى المطار مباشرة. بمناسبة أنا هنا وأنا هتكلم لازم برضو أتكلم عن، لأنه ناس كتيرة سألتني في هذا الأمر. محمد هاني لازم يقعد مع نفسه، لأنه محمد عنده أفضل، عنده محمد هاني بتاع بايرن ميونخ هو اللي احنا شفناه امبارح. لازم محمد يقعد مع نفسه خلال الفترة اللي جاية ويعرف ان هو واحد من افضل الباكات اللي بيلعبوا في هذا المكان. محمد هاني عدى، محمد هاني عنده كام سنه يا شباب؟ ما يعني حد يقول لي. عدى مرحله الناشئين، وعدى محمد 26 27 سنه تقريبا يعني على ما اتذكر. فعدى مرحله الناشئين وعدى، بالعكس الناس بتتعلم منك يا محمد، او من المفترض ان هي تتعلم منك دلوقتي. فلازم تاخد بالك في امور كثيره جدا جدا جدا. على فكرة أنا محمد من أقرب الناس لقلبي، هو عارف هذا الكلام يعني، أنا ما عنديش مشكلة، ولكن ده كلام بقوله لأنه لازم تعرف إن اللي حصل امبارح أن هناك بعض الأخطاء بتحصل فنية جوه الملعب، ولكن إن هي تتكرر هي دي المشكلة. لازم تحل الأخطاء اللي عندك، مش محمد بس، محمد وكل لاعب عنده أخطاء فنية في الملعب، ولكن محمد لأنه امبارح مش هو محمد عنده أفضل من كده 100 مرة. كل مجموعة اللاعبين اللي موجودين عندهم أفضل من كده 1,000,000 مرة. بجد أنا بتكلم بمنتهى يعني من قلبي. عندهم كلهم عندهم أفضل من كده كتير كتير.
فأي حد شايف إن هو مقصر من رأيي إن هو يقعد مع نفسه ويقول أنا مقصر ويتقبل الانتقاد، لأن الجمهور ده حضرتك هو اللي بيطلعك السما وهو اللي بينزلك. الماتشات الكبيرة بتتلعب على تفاصيل صغيرة جدا. هو إيه الفرق ما بين، أنا آسف جدا، إيه الفرق ما بين محمود الخطيب النجم الأسطوري، سيبك من رئيس النادي، من النجم الأسطوري الكبير في كرة القدم، وما بين أي اسم تاني؟ ليه ناس دايما بتتذكر الكابتن محمود الخطيب؟ عشان كان موجود في اللحظات الصعبة. اللحظات الصعبة هي اللي بتعمل النجوم الكبيرة. مثلا يعني أنا ضد فكرة الانسحاب تماما. خلي بال حضرتك، يعني أبو تريكة امبارح هو بيتكلم، أو الأول امبارح، كان بيقول إنه موضوع الانسحاب ده كان لازم النادي الأهلي ينسحب لأنه الاتحاد الأفريقي كان بيجر النادي الأهلي للي بيحصل ده. لا، أنا وجهة نظري العكس، أن الاتحاد الأفريقي كان بيجر النادي الأهلي إن هو ينسحب عشان يبعد عن كمية البطولات اللي بياخدها، وبالتالي يبعدوا شوية عن نادي القرن اللي هو الجديد بقى اللي هو 22. دي وجهة نظر أنا. أنا كنت مع العكس اللي قاله أبو تريكة الحقيقة، إنه أنت بيتم استدراجك عشان تروح تقول أنا منسحب، ولكن وعي مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي حللنا هذه المسألة، أو خلانا لا نندرج أو ما نجريش ورا هذا الموضوع ونروح يقول لك انسحبنا، وتقعد بأربع خمس سنين وتخسر خمس ست سبع بطولات وتخسر كذا وتخسر كذا وتخسر كذا، وبالتالي في نهاية السنة تخسر حاجات كتيرة جدا جدا في نهاية القرن. يعني دي وجهة نظري أنا، يعني دي على فكرة وجهات النظر تقبل النقاش فيها. فأنا كنت شايف أن أفضل، أنا ضد الانسحاب تماما، وشايف أن أفضل قرار خده مجلس إدارة النادي الأهلي أن هو يلعب ويكشف الاتحاد الأفريقي قدام الجميع، جميع أفريقيا. هل في حد في أفريقيا مقتنع باللي حصل امبارح؟ في حد في أفريقيا كلها، بلاش مصري، في أفريقيا كلها من أول جنوب أفريقيا لغاية فوق لغاية مصر، هل حد مقتنع باللي شافوه امبارح؟ 20 و10 و10 و5، 20,000 تذكرة للعام، تنسوش مهمة جدا الموضوع للعام ده، 20,000 للعام و10 للأهلي و10 للوداد، تخيل حضرتك إن ده حصل، و5 للرعاة. محدش مقتنع، محدش مقتنع أن ما يحدث أو اللي حصل امبارح ده غير عادل، أو الناس كلها مقتنعة اللي حصل امبارح ده غير عادل تماما تماما، على الرغم من الاعتراف بسوء الاداء من لاعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني للنادي الاهلي. معلش الكوبليه ده لازم اقوله عشان ما حدش ياخدنا الاتجاه تاني. وانا عايز اقول لحضراتكم ان انا باجزم ان بعض كثير من اشقائنا في المغرب مقتنع بالكلام اللي انا بقوله ده، ولكن اتمنى ان يتم ايقاف فساد الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي جايه. المنتخب يستدعي 7 لاعبين من الاهلي وكريم حافظ لمباراتي غينيا وإثيوبيا خلال الفترة القادمة. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي: شناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، محمد مجدي أفشة، لمعسكر فرعنا في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو. كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في مالتيا سبور التركي، المنتخب الأول خاض تدريبه تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. سلبية مسحة لاعبي منتخبنا الوطني قبل معسكر غينيا وإثيوبيا. خضع طبعا لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق. طبعا هذا المعسكر استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 23، جاءت جميع النتائج سلبية، وقام الجهاز الطبي للمنتخب بالتنسيق مع الجهاز الفني للترتيب على المساحات ومتابعة النتائج أولا بأول واختار الجهاز الفني به. خبر لطيف الحقيقة، سون يقود قائمة كوريا الجنوبية قبل مواجهة منتخب مصر ودية. زي ما حضراتكم عارفين أن هناك مباراة ودية ما بين المنتخب الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية،
هل سيكون محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ضد سون هداف الدوري الإنجليزي أيضا بالمشاركة مع محمد صلاح؟ هيلعبوا ضد بعض ولا لأ؟ ده اللي هتكشف عنه الأيام القادمة. كونياسبور يشكر أحمد حسن كوكا بعد نهاية فترة إعارته من أولمبياكوس. أحمد حسن كوكا طبعا رجع مرة أخرى لأولمبياكوس فريقه الأصلي بعد نهاية فترة إعارته من كونياسبور. هنا جودة معجزة تنس الطاولة تتصدر التصنيف العالمي لتنس الطاولة. طبعا تتصدر هنا جودة التصنيف العالمي لتنس الطاولة تحت 15 و 17 سنة والمركز الثاني في تصنيف تحت 19 سنة. طيب آخر خبر معايا، انطلاق دورة المديرين الفنيين للاتحادات في مصر برعاية فيفا. انطلقت صباح اليوم فعاليات دورة المديرين الفنيين للاتحاد الإفريقي الذي يستضيفها الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الخميس المقبل بمشاركة ممثلي 30 دولة وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وألقى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلمة الافتتاح إذانا بانطلاق الدورة نيابة عن الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد نظرا لسفره إلى المغرب لحضوره مباراة الأهلي والوداد. ويمثل مصر في هذه الدورة دكتور حاتم سرور مساعد المدير الفني للاتحاد، محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006. طيب آخر حاجة بس عايز أقولها قبل ما أستقبل ضيوفي النهاردة، أتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون هناك وقفة صادقة وخالصة ضد الفساد اللي بيحصل في الاتحاد الأفريقي. اللي بيحصل مع النادي الأهلي دلوقتي ممكن يحصل مع النادي الأهلي السنة الجاية، ممكن يحصل مع أندية مصرية أخرى خلال السنوات القادمة سواء في دوري أبطال إفريقيا أو حتى في الكونفدرالية. يجب أن يكون هناك موقف واضح من الاتحاد المصري لكرة القدم ضد ما حدث خلال الفترة السابقة من ضد النادي الأهلي طبعا. أتمنى أن يكون هناك موقف. عندنا داخلين دوري أبطال إفريقيا تاني أهلي وزمالك، بعد كده فيوتشر أعتقد وبيراميدز هيلعبوا في الكونفدرالية، وبالتالي هنفضل كده السنة الجاية هيلعب النهائي فين لو مباراة واحدة؟ هل هيبقى في المغرب برضه؟ حد يرد عليا. هل اتحاد كرة القدم هيخبي الجواب تاني؟ لو حصل يعني. ما اقول لكم حاجه، السنه الجايه انا من رايي نعمل النهائي دوري الابطال ونهائي الكونفدراليه والسوبر في دوله واحده، ايه رايكم؟ وعارفين الدوله ايه هي طبعا. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. حضرتك تعلم، انا هقول معلومه كده في النص ضد الاتحاد الافريقي برضو، هل حضرتك تعلم ان منتخب المغرب في تصفيات كاس العالم في دور المجموعات لعب 6 ماتشات على ارضه، الثلاثة الهوم والثلاثة الاوي، فبصراحة يعني مصر خدت السنغال صحيح، والجزائر خدت الكاميرون، والمغرب خدت الكونغو. أتمنى أن يكون هناك مرة تانية، أتمنى أن يكون هناك موقف من الاتحاد المصري لكرة القدم ضد ما يحدث. النادي الأهلي لن يتحمل، وخلال بقى الفترة اللي جاية هنبتدي نتكلم مرة تانية عن التحكيم المصري واللي بيحصل في التحكيم المصري. يا جماعة من فضل حضراتكم يا كابتن عصام يا عبد الفتاح، والله العظيم ثلاثة، لو لقينا مباراة جيدة ضد النادي الأهلي، الحكم بيدي النادي الأهلي حقه وبيدي الفريق التاني حقه، هنطلع نسقف. يعني مش عارف اقول ايه، يعني هنطلع نسقف للتحكيم المصري. احنا مش ضد حد، احنا نفسنا نشوف مباراة ما بين الاهلي واي فريق مصري عادلة تحكيميا سواء في الملعب او في الفار، محليا وافريقيا. يعني خلاص احنا كده نتكلم في محليا، هنبتدي نتكلم في الموضوع ده من دلوقتي. ما حدش هيسكت تاني، على لانه ما كانش حد بيسكت اولاني. طيب يعني هنتكلم بقى في وقتها
لانه الحقيقه يعني مراره الهزيمه امبارح مخلينا كلنا متضايقين وكلنا زعلانين، ولكن في النهايه هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وجمهوره واي حد تاني. اللي هتشوفوه وجهه نظري ان هيحدث ملحمه في الايام القادمه في الوقوف خلف فريق النادي الاهلي، علشان جمهور الاهلي يقول لفرقته احنا في ظهرك في الحلوه وفي المره. اول ماتش للنادي الاهلي المصري السلوم، اعتقد في المصري السلوم اعتقد في كاس مصر يوم 12، لازم يكون في لو الحضور الجماهيري 2500 يبقى 2500 متفرج يبقوا موجودين. وبعد كده ايسترن يوم 15، وبعد كده اعتقد الزمالك يوم 19. الاهلي داخل على مفرمه ماتشات، فرامت ماتشات 12 15 19 وهكذا 22 26 29 في اسبوعين، ست ماتشات ضرب نار، منهم اثنين من غير الدوليين اللي هم الاولانيين ايسترن وفي الدوري والمصري بالسلوم في الكاس من غير 11 لاعب، سبعه مع منتخب مصر واربعه بره مع المنتخبات الاخرى. عموما ماشي، هنتكلم في كل هذه الامور وهنسال في كل هذه الامور، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا في النقد الرياضي، هيكون معايا اربعه من الشباب النقد الرياضي، الاستاذ عمر البنوبي، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، الاستاذ محمود شوقي، الاستاذ خالد الاتربي في ضيافه البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره نقادنا الرياضيين اللي هنتكلم معاهم في ما حدث امس من او مش امس بس خلال الفتره الاخيره. ارحب بزمايلنا واصدقائنا من النقاد الرياضيين استاذ عمر البنوب. ازيك يا عمر؟ اهلا وسهلا كابتن. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا ناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتريب. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس الحمد لله تمام. عند ناقدنا الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله. والاستاذ محمود شوقي ناقدنا الرياضي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. كويس، سعيد اني موجود معاك. ربنا يخليك. يعني طبعا كلنا زعلانين، كلنا اهلاويه ومتضايقين او مصريين حتى، لكن في النهايه عمر خليني ابدا بيك، وخلاص النادي الاهلي خسر هذه البطوله. كان هناك بعض الانتقاد للاداء للنادي الاهلي، كان هناك بعض الانتقاد لاداء بيتسو موسيماني، ولكن في النهايه انتهت هذه المباراه، عايزين ننظر لما هو قادم. بالتاكيد يعني اهم شيء في المرحله دي هو الهدوء. فكره ان الاهلي بمجرد ما طلع بعض الكلام انه ممكن يكون في اجتماع او غيره، الاهلي نفى بشكل رسمي انه ما فيش اجتماعات طارئه، وانه مجلس الاداره لم يدعو لاي اجتماعات، وده بيأكد ان احنا عندنا هدوء في اتخاذ اي قرارات. يعني ما فيش قرارات طبعا بتناقش ولا حاجه، لكن في النهايه انه في نوع من انواع الهدوء في الوقت الحالي، وهو ده المطلوب. عمر اداره الاهلي على مر تاريخها ما خدت قرارات متسرعه، يعني عمرها ما حصلت، وبالتالي المطلوب دلوقتي انه تتم دراسه كل الامور بشكل مفصل، وخصوصا ان النادي الاهلي من قبل المباراه النهائيه هو اعلن ان عنده بعض الخطوات اللي تخص المباراه النهائيه واحداثها وقضيته مع المحكمه الرياضيه الدوليه ومؤتمر صحفي وغيره وخلافه، وبالتالي هيكون في اكيد قرارات الفتره اللي جايه بشان الاحداث اللي فاتت. خالد برضو تعليقك بقى على المباراه امبارح وبشكل عام، يعني قبل ما نتكلم في امور فنيه. هو الموضوع المباراه اول، احنا يعني فكره ان احنا خسرنا في الملعب بس، لا احنا خسرنا في الملعب، بس عشان بس نكون واقعيين ومنطقيين، احنا خسرنا في الملعب بس كان في عوامل كتيره جدا قبل المباراه، سواء عوامل نفسيه او عوامل يعني تاثير على لعيبه النادي الاهلي، تاثير على مسؤول النادي الاهلي، وده كان مهم جدا. يعني حتى الاستفزاز للمسؤولين كان وصل لحد الدقائق الاخيره اللي قبل المباراه، فكره اللي هو انك لازم تخرج عن تركيزك في كل الاوقات، يشتت تركيزك انك ما تكونش يعني حاضر في المباراه بكل تفاصيلها، ده كان حاصل. انما لو بنتكلم على فني، لا احنا يعني انا قبل ما نتكلم فني، ما هو انا بتكلم عن اللي حصل خلال المباراه اللي خلانا نروح بعد كده جانب الفني. هذا ليس تبريرا للمره المليون اهو، هذا ليس تبريرا، ولكن كل الاحداث اللي حصلت ما قبل ال 20 او ال 22 يوم ما قبل المباراه، منذ ان اعلن الاتحاد الافريقي
عن ان المباراه ستقام في المغرب. اعتقد ان حاجات كثيره جدا الستبس اللي او يعني الامور اللي حصلت خلال هذه الفتره لغايه موعد المباراه كلها تؤدي الى هذا الشكل. بالظبط. يعني احنا انا شفت فكره ان اللعيبه نازله المباراه تقريبا اول ربع ساعه احنا ما كناش موجودين كتركيز يعني ذهنيا. يعني تحس ان في خطوه متاخره عندنا دايما في ديلي في حركه لعيبه النادي الاهلي. تحس ان هم مش موجودين في الملعب. يعني الاهلي بدا يدخل وبدا يحس بالصدمه او صدمه الهدف الاول. ده بدا يحس لعيبه النادي الاهلي ان انت دخلت مرحله الخطر. وده سببه كل الاحداث اللي كانت قبل المباراه. والحقيقه هنا ما تفهمش كابتن. انا مش فاهم فكره هل كان النادي الاهلي في الظرف ده لعيبه النادي الاهلي الظروف اللي احنا فيها هل كان في المفروض يكون في اعداد نفسي مختلف عن الاعداد النفسي لمباراه؟ ما هو برضو البعض برضو خلينا نتكلم في هذه المباراة. يعني انا شايف ان الموضوع يا كابتن اسلام لا يعني اعتقد ان كان لابد ان يكون في استعداد نفسي اكتر من كده. تمام. لكن برضو خلينا نتكلم بما انك بتتكلم في هذه النقطه. ما هيقول لك ما احنا في 2006 انت لعب قدام 100 يعني او 70 60 الف في 2006. ما تقوليش اختلاف اجيال وكذا في الاخر هي كوره وتكتيك وبتاع. لكن اقصد اقول لك ان الكلام اللي بيقوله خالد ده برضو خلي بالك وجهه نظر. ايوه بس في حاجات كتيره يا كابتن اسلام يعني احنا ما ينفعش نختصر الموضوع. انا برد خلي بالك انا بقول على لان الناس بتقول كده جمهور النادي الاهلي بيسال هذا السؤال يعني. تمام. فبيقول البعض بيقول مثلا ان الاهلي لم يكن ذهنيا في افضل احواله وكان يجب ان يكون هناك تعامل اخر. فيترد عليه يقول له طب ما انتوا لعبتوا في 2006 ضد بلاش 2006 في 2012 في المغرب في قصدي في تونس وهكذا. طيب خلينا نتكلم بس في حاجات مهمه جدا في الموضوع ده واهمها ان انت ما تحاسبنيش على ال 90 دقيقه اللي في المباراه. هنا مش بتكلم عن الاحداث اللي سبقت القرار بتاع الكاف وان الماتش يروح للدوله اللي هي فيها طرف منافس. انا بتكلم على عدم وضوح رؤيه. يعني انا لعب 3 مباريات في 9 ايام قبل الفاينل وكنت لحد اخر لحظه مش عارف نفسي هلاعب استن ولا مش هلعب. ده ضغط على اللعيبه افقدتك بعض اللاعبين انك اتصاب منك لعيبه ورحت عمرو السوليه ده واحد من ضمن العناصر انت فقدتها في المباراه. ما كانش جاهز بشكل كامل. اثر نفسيا طبعا. اثر نفسيا وفنيا وتكتيكيا. صحيح طبعا. اجهاد ثم تريح اجهاد تريح. انت مش عارف نفسك فين الجدول. الامور مش واضحه. انا بقى الناس هتقول لك ايه. لا انا مش على فكره. انا على فكره مش بوجد مبررات. انا زعلان. انا زعلان من لعيبه الاهلي عشان منطقيين. مش لان انت مش ده الروح. انا مش بتكلم هنا فن. بتكلم عن الروح. انا كنت عايزك تلعب بالروح بتاعه النادي الاهلي المعروف عنها وبعدين تخسر او تكسب. طب ما يبقى ده الكلام اللي بيقوله خالد بقى. تخسر او تكسب مش مشكله. لكن جزء منها ان انا بلعب 3 او 4 مباريات في 12 يوم بعد كده تريحني بعد كده العب افريقيا بعد كده ارجع. والفرقه دي يا كابتن اسلام بقى لها سنتين او سنتين ونص بتلعب بهذا الشكل. مفيش راحه. صح. يعني انا برضو مش بحط مبررات عشان بس الناس تبقى فاهمه. انا بقول للمره الثانيه والثالثه احنا قلنا العنوان العريض ان ليس هناك مبررات. بس عشان نقدر نتكلم براحتنا زي ما حضرتك اتكلمت على مثلا ان احنا بنقول للاعبتنا لا خلي بالكم بس في نفس الوقت اديني حقي. اديني حقي عاملني عادل دلوقتي. حضرتك تعال شوف الدوري الانجليزي والالماني الجدول كله معلن بتاع السنه كلها هيبدا امتى وهينتهي امتى هتلعب كل قد ايه وهتعمل كل قد ايه. على فكره على فكره لا ده جاي يحلم النهارده. لا انت بتحلم النهارده. صحيح. لا الموضوع مش كده قوي يعني. ما هو انت بتحاسب يا كابتن. تعالى جهاز فني. حضرتك مثلا مدير فني عايز تحط اعداد للعيبه. انا حاسب لعيبتي دي ازاي. صحيح. تعملهم لا برنامج بدني ازاي. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله لك. يعني انا خلاص يبقى هو بقى الكلام اللي خالد بيقوله. ما هو احنا بس عشان نوصل لشكل معين يا محمود ان احنا نقدر نتكلم فيه. وهقول لك على الجانب الاخر برضه. ما هو لازم كلنا نعرف لما تيجي نتكلم نقول ان هذا الجيل من اللاعبين عمل كل حاجه. صحيح. خد ثالث عالم. خد بطوله افريقيا مرتين. ثالث عالم ماشي. مرتين ثالث عالم واثنين سوبر افريقيا واثنين دوري ابطال واثنين دوري ابطال ودوري مش عارف كم مره وكذا. وكاس مصر. محمد هاني ده اللي ممسوك متقطع من امبارح لغايه النهارده. محمد هاني ده في ماتش بايرن ميونخ قال لك ده احسن باك رايت في العالم. فاهم. انا اقصد اقول لك انه وما حدش يزعل مني يا جماعه ان انا بقول الكلام ده لانه الكلام ده لازم يتقال. ما هو مش ده اللي بيحصل. مزبوط. مش ده اللي احنا شايفينه. مزبوط. بيحصل على السوشيال ميديا. مش ده اللي بيحصل من امبارح للنهارده وفي كل البرامج ان في اخطاء من فلان وفلان وفلان. فاحنا بنرد على هذا الكلام. الجانب الاخر يقول لك طب ما اللعيبه دي هي اللي جابت لك كل حاجه وتعبانين زي ما حكيم بيقول يا محمود. هترد على الجنب ده هتقول ايه؟ بص يا كابتن اسلام حضرتك قلت هي ليست مبررات واحنا هنوصفها كده. هي فعلا مش مبررات ولكن في اسباب بتؤدي النتائج. ده اللي اتعلمناه طول حياتنا. صح. انا شايف ان كل اللي احنا بنقول عليه مبررات
هي اسباب في الاساس. اسباب طبعا. نعم. بص يا كابتن اسلام، اداره قناه الاهلي قررت النهارده ان حضرتك تطلع حلقتك لمده 10 دقائق، وبعد الحلقه قالت لا اداره القناه بقى لا الحلقه ضعيفه جدا ومساحتها ضيقه والضيوف ما لحقوش يتكلموا والجمهور ما استمتعش. طب مين اللي ادى القرار بال 10 دقائق؟ بالظبط كده. اللي بيحاسبك قبل الحساب اديني مباراه محايده. حضرتك ضربت مثلا بتقول ان لعبنا قدام 2006 قدام جمهور عريض مثلا، يعني في 2012 2008 ورحنا قطن الكاميرون. حضرتك نسيت نقطه مهمه جدا. ان دي كانت ذهب وعوده. طبعا طبعا دي نقطه في غايه. لا يعني هو بيتكلم على 2006 تحديدا لان انت اتعدلت هنا يعني واحد اوكي بس برضه كان ذهاب وعوده. كانش فيه لغط قبلها، كانش فيه لغط، كانش فيه احساس بالظلم. كان لها ملعب ماتش نهائي، ده اللي بتلف نفسي بقى. ماتش نهائي اوحد اوحد بيحدد مصير بطوله وكاس وتاهل لكاس العالم وتوديني لملعب الخصم، انت بتفقدني واحد من اهم الاسباب الحياديه اللي تؤدي للبطوله. اوكي وفي الاخر دي تحاسبني. وبرضه هنكرر نفس الكلام، وده عن قناعه بالمناسبه، انه هل في تقصير من الجهاز الفني للاهلي بقياده موسيماني؟ بالتاكيد. ما اي حد اتغلط هيبقى عنده تقصير. هل في تقصير يعني؟ وزي ما زميل عبد الحكيم بيقول زعل من لعيبه الاهلي بلا شك طبعا، ولكن في اسباب كتير جدا يا جماعه تخلي تقصير اللاعبين والجهاز الفني رقم 9 و10 في الاسباب. في قبلها 8 اسباب كارثيه كارثيه. برافو عليك. ادت الى 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 هذا هذه الخساره وهذا الشكل. اسباب الكارثيه اللي تخلي النهارده الصحف الجزائريه والاعلام الجزائري زعلان وغاضب من تصريحات رئيس الاتحاد المغربي. بالمناسبه برضو عشان لازم اقول كل شويه هذا الكلام، بما اننا هنتكلم على تصريحات الاستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي اللي قال فيها لجريده الصباح كلام كتير جدا، انا اتكلمت فيه مع الجمهور من شويه. صحيح. اتنفى هذا الكلام من المتحدث الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم صحيح. الاتحاد المغربي اتنفى رسميا وقال ان هو ما قالش كده تماما. لا بس لا ما قالش تماما، لانه جه في اخر فقره في النفي. وبينفي نفسه، يعني اللي هو قال انا رديت على صحفي مغربي بالتاكيد على ان عصر الفساد في عصر حياته انتهى ولا يعود. يبقى قال. طب ومين اللي كان خلاص خلصت؟ لا اصل السؤال يا كابتن اسلام، مين اللي كان بيفوز في عصر حياته؟ لا انت اعلاميا انت بتقوم بدورك مظبوط، ان انت لازم تقول النفي طالما صدر بشكل رسمي. ولكن هو بينفي، قال نفس الجمله اللي انا قلتها من شويه. ليه؟ اللي انتهى عصر حياته اللي كان مليء بالفساد. اوكي. هو مين اللي كان بيكسب ايام حياته؟ مين؟ مصر وتونس. مصر وتونس اللي هو كان اتكلم عليها ما قبل النفي. يبقى حتى هو بينفي بينفي أوكي. نفسه بشكل غريب جدا. انا مش مقتنع بالنفي طبعا تماما. وكمان انا مش منتظر تصريحات يا كابتن اسلام، مش منتظر تصريحات مثبته او منفيه. انا ليا شواهد وقائع وشواهد حصلت. فوزي لقجع استخدم نفوذه لنقل المباراه الى ملعب غير محايد، وده اللي حصل. أيوة. الاهلي تضرر من اللعب في ملعب غير محايد. كل ده ادى اولا الى خساره اللقب قبل ان تلعب. هو انت لكن في سؤال يا كابتن اسلام، هو محمود قال كلمه كويسه، هرجع لك محمود. هو محمود قال كلمه كويسه جدا، ان قال لو في هناك 7 8 10 اسباب ادت الى خساره النادي الاهلي بالفعل ومليون في الميه، هي سبب رقم 7 و8 او 8 و9 بالظبط، يكون فنيا من اللاعبين جوه الملعب ومن المدير الفني. اذا في 7 اسباب. قائمه طويله. قائمه طويله. في مشهد ممكن نقف في مشهد ممكن نقف عنده شويه يلخص لنا الحكايه. عارف اللي هو على طريقه يكاد المريب ان يقول خذوني. انك تلاقي انفنتينو الدكتور باتريس موتسيبي الاثنين هم اللي رايحين للكابتن محمود الخطيب، وهم اللي رايحين يسلموا عليه، وهو كان متجاهل الموقف باعتبار ان هو واخد موقف من عدم الحياديه اللي حصلت. سلم على الاثنين وقال لهم ان ده مش عدل، والاثنين بيحاولوا يطيبوا خاطره. بيطيبوا خاطره اللي هو راجل واخد موقف منك، لان انت عارف ان انت عامل حاجه غلط. انت لو يعني احنا شفنا تتويجات كتير وخسرنا بطولات قبل كده، زي ما كسبنا بطولات كتير خسرنا بطولات في بعض الاحيان. على طريقه معلش سامحني ما تزعلش مني يعني. بالظبط. لكن تعالى شوف المشهد ده غصب عني والله. المشهد ده اللي هو بيقول لك ايه، معلش ما تسيبها لنا المره دي. غصب عني انا مخصوص. انت خدتها مرتين، ما تسيب يعني، سيب لنا البطوله الثالثه. هو مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. انا بشتغل، الناس لازم تنظر لكره القدم. على فكره يا استاذ عمر، ده في مشاهد صغيره جدا يا كابتن اسلام بتبين لك احنا كنا فين. انت الطبيعي في البروتوكول بتاع النهائيات رئيس النادي
رؤساء النادي الاثنين منافسين، لو رئيس الاتحاد القاري بس اللي موجود. في حياتي سيبك يعني، في حياتي ما شفتش استقبال بالشكل ده. لا ده في المنصوره يا كابتن، انا هقول لك حاجه من يعني جوه. هل ده ممكن يحصل يا جماعه؟ سافرنا كتير وحضرنا، احنا سافرنا من واحنا لغايه دلوقتي. هل ده ممكن يحصل في اي حته في مصر؟ هل ممكن يكون رئيس نادي الوداد واعضاء مجلس ادارته موجودين داخلين استاد القاهره يتم ايقافهم؟ مستحيل. لا ده اللي حصل جوه الملعب اكتر. انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود خطيب رئيس النادي اللي هو احد طرفي النهائي، الطبيعي بروتوكوليا لو رئيس الاتحاد القاري ممثل الدوله المضيفه، رئيس النادي اللي هنا رئيس النادي اللي هنا، ولو رئيس الاتحاد الدولي موجود يبقى موجود. كابتن محمود الخطيب والوزير عمرو فاروق المهندس خالد المرتجي قاعدين في الصف الثالث. الصف الثالث. احمد مجاهد مع كامل احترام ليه يعني، انا مش بتكلم بذم فيه، احمد مجاهد ليس له منصب حاليا، قاعد في الصف الثاني عشان هو مدعوم للاتحاد المغربي. انت عايز اوصل لك رساله ان انا حاطك هنا في الثالث؟ انا قصدك يعني المهندس احمد مجاهد ملوش تايتل حاليا لا في الكاب ولا في اي حاجه، على فكره شخص ليه كل الاحترام، لكن هو حاطه في الصف. لا حضرتك بتتكلم، لا يعني بروتوكوليا كابتن خطيب المفروض يبقى في الصف الاول. أوكي. انت حاطط الكابتن خطيب والوزير عمرو فاروق والمهندس خالد مرتجي الصف. لا هو كل الاحترام، بس هو برضو احد الاسباب اللي احنا فيها دلوقتي، مش مختلف معاك يعني. تمام يعني. في يعني كذا حاجه يا كابتن، المنظر اللي حصل بره. لا انا بالنسبه لي منظر كارثي. بص هقول لحضرتك حاجه، اللي انت عمال تقوله كله ده كوم وان انا اشوف لو جبتهولنا معلش في لقطه كده يا سميد اعضاء مجلس الاداره. الاعضاء مجلس الاداره تخيل حضرتك داخل القناه واحد يقول اكبر يقول لك انت مش هتخش. ده نضيف عندك. لا مش هتخش برضو. لا مش هتخش. لا هل ينفع فندم الشكل اللي احنا شايفينه ده؟ انا مش ضيف يا محمود. انا مش ضيف صحيح. برافو عليك يا خالد. انا زي ايوه بالظبط. على فكره في حاجه، الوداد ملعب محايد يعني، المفروض ده برافو عليك. المفروض الامن اللي واقف على الملعب ده هو امن الاتحاد الافريقي. ما هو حولوها لضيف. ان انا بقيت ضيف لانه ملعب غير محايد. وهل المنظر ده ينفع ان انت الناس بتمشي في الشارع تلف من بوابه لبوابه؟ مش ممكن يا جماعه. انا في حياتي ما شفتش كده. انا يعني انا بدعي ان انا سافرت كتير وحضراتكم سافرتوا كتير ورحنا وجينا مع بعض وعملنا وبتاع، انا ما شفناش في حياتنا مثل هذا الشيء. يا كابتن اسلام، بعثه تونس، بعثه النجم الساحلي في 2007 حاطط على بطوله دوري ابطال افريقيا مثلا من ملعب استاد القاهره في واقعه شهيره جدا كان بطلها ابراهيم العرجون، ورغم ذلك البعثه الرسميه انا كنت فاكر، كنت موجود وفاكر اللي حصل، وفي بعضهم كمان غادرنا الاستاد مع بعض بعد الماتش، والناس شكروا الجانب المصري سيبك من هم ماشيين وهم داخلين. ما حصلش اي حاجه. لا ما حصلش اي حاجه. انا كنت بلعب فمش عارف، لكن انا متاكد مليون في المية ما بنعملش حاجه. الكلام ده 2007 ما بنعملش الكلام ده خالص. احنا ما بنعملش الكلام ده. فهو ده اللي مخليني من جوه عندي يعني مراره وزعل وكلنا واحنا بنتكلم شايفين هذا الامر، لانه في النهايه موضوع صعب يا خالد. ولكن كيف اتعامل من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي الفتره القادمه عايز تقول حاجه قبل في اللي فات الاول؟ هو انت احنا عايزين نتكلم عن موضوع فوز الزمالك بعد اذنك يعني، بس بعد ما تخلص معاك هنتكلم طبعا عن موضوع فوز الزمالك ده حاجه طبعا هنتكلم عنه. الفكره كلها ان الكل اغلب القاره دلوقتي بيستغل طبتك للاسف، وبيستغل انك كبير، وبيستغل انك بتتصرف تصرفات كبار، ودايما لما بتقوله انا بعاملك كذا وانت بتعاملني كذا يقولك ده شيء يخصك انت، انا عندي اسلحتي اللي بقدر اكسب بيها. اذا انا بقولش ان احنا نتدنى في التعامل لهذا المستوى، انما لابد ان احنا ما نكونش مسلمين الى هذا الحد. يعني لابد ان يكون في حاجه اسمها، مش هقول معامله بالمثل لانك مستحيل هتنزل للمستوى ده، انما لا، ما هو ما تعاملنيش نص نجمه وعامله خمس نجوم. لا يعني لابد ان يكون في إعادة لتقييم الأمور في التعامل حتى مع الناس. الراجل بتعمل بيانات يقول لك أنتوا بتعملوا بيانات. بيانات ليه؟ طب نعمل إيه؟ طب هنعمل إيه؟ أنا خاطب موري إزاي يا فندم؟ يعني أنا بطلع من خلال قناتي أقول إن أنا عايزه، وبطلع من خلال المركز الإعلامي أقول اللي أنا عايزه، وبطلع من خلال البيانات اللي بتتوزع على الناس عشان مصر كلها تشوفها. عامل إيه؟ طب أقول لجمهوري إزاي؟ يعني أتكلم أنا مش عارف. ده الكارثة الأكتر من كده، إن إحنا لما كنا بنتكلم في حق النادي الأهلي ونتعصب في أي مكان يقول لك انت كده بتولع الدنيا، انت كده بتزيد التعصب بين الشعب المصري. لا احنا بنتكلم عن حق النادي الاهلي وما يحدث مع النادي. هو انت عايز تعمل كل اللي انت عايزه وانا ما اقولش ما تتكلمش خالص. لا يعني اضربك وما تقولش اي، يعني هو كده مالكش حق اضربك ما تقولش اي.
أضربك ما تقولش أي. هنخش بقى على فوزي الأقجع. فوزي الأقجع رئيس الاتحاد المغربي، اللي لازم نقول أن تم نفي هذه التصريحات اليوم من المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي، وقال هذا الكلام ما تقالش. بس في آخر فقرة قال إيه برضه؟ وفي آخر فقرة رجع قال زي ما الأستاذ محمود شوقي طيب. قال من شوقي. أنا بس عايز، هو قال لك إيه جملة؟ قال لك إن الفساد اللي كان بيتم انتهى بلا رجعة. تمام؟ طيب أوكي. الفساد اللي اتكلم عليه كان في عهد المفروض طبقا اللي أنا فهمته من اللي اتقال، اللي اتنفى بس آخر فقرة بتثبته، كان في عهد الكاميروني عيسى حياته. اللي اتقال فين؟ النفي ولا الحقيقه؟ في النفي، ما الاثنين اكد. هو بس في النفي دلوقتي بقى، خلي في النفي، اتكلم في النفي. في النفي اوكي تمام. قلت ان الكلام ده طبقا لروايتك ان تم في عهد عيسى حياته. طيب الكلام ده انت على ما اعتقد الطرف اللي كان بينافسك، لان انت قلت الكلام ده قبل الماتش اللي هو النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي بعد عيسى حياته، انا هكلمك في اخر 6 سنين، انا وصلت 5 فاينل بعد عيسى حياته. بعد عيسى حياته اللي انت بتقول عليا بقى ايه، انت عصب الفساد. منهم 2 فاينل انا خسرتهم، بالفاينل الثالث ده انا خسرتهم بفعل فاعل. انت بتعمله بفعل فاعل باللي هم بيتعمل. الوداد 2017، تونس الترجي 2018، وانا كنت موجود في الواقعه واللي حصل فيها يعني يحتاج كتب. الفاينل الثالث اللي حضرتك بتكلمني عليه، فانت في الفتره اللي انت بتقول عليا الفساد انتهى، انا واخد 5، وصل 5 فاينل، واخد بطولتين دوري ابطال، واخد 2 سوبر افريقي، واخد 2 برونزي كاس العالم. كاس العالم بمناسبه السوبر الافريقي، الطبيعي من ساعه ما انشات البطوله ان انت بتلعب في ملعب افريقي صاحب دوري الابطال. دوري الابطال اه تمام. صح. قبل ما الاهلي يلعب بسنه كان الزمالك، انت غيرت اللائحه عشان طرف مصر ابتدى يبان وابتدت الانديه المصريه تبان، وديت نلعب في دوله محايده زي قطر ولها كل الاحترام، خدت العقد 3 سنين، وانا مش مختلف على كده. فمين الفساد اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ بتشاور على مين في الفساد؟ الفساد ان حضرتك كسبت لقبين من الاهلي، مش هنتكلم يعني وقعت كابتن عماد متعب معروفه جدا في 2017 واضحه جدا، بكار جسامه الشهيره، والسنه ده هو انت خدت الماتش. طب خلي حد يطلع يقول لنا التصويت على ان الماتش يروح لاستاد محمد الخامس، محدش يقول لك. قول لي التصويت كان يوم كام؟ محدش يقول لك. خلي راجل. انا قلت الكلام ده والناس طلعت هجمتني، قالت لي انت بتقول ايه؟ انت تعرف حاجه عن الاتحاد الافريقي؟ هو انت مش ده في نقطه ثانيه، ده في نقطه ثانيه. في بلد، في اتحاد قاري في العالم بيدي ملعب استضافه 3 سنين ورا بعض؟ 3 سنين ورا بعض الناس بتقول لك سنتين. لا في محمد الخامس في 2020 اللي كان ماتش اهلي وزمالك، كان الطرفين مغاربه ومصريين، كان تم الاتفاق وقتها عليه يا كابتن لو حد تفتكر، ان لو الاهلي والزمالك صعدوا يلعبوا في القاهره، يلعبوا في مصر. لو الاثنين مغاربه يلعبوا في المغرب، باذن انت كنت مدي محمد الخامس الاستضافه واديته 2021، بس للاسف كايزر تشيفز طلعك، و20 و20 22 اديته لمحمد غامدي. هل ده ينفع؟ انا قلت فكره ممكن ما اعرفش عليها. انا بس معلش كمل، فين الفساد بقى اللي اتكلمنا عليه؟ فين الفساد؟ قول لي فين الفساد؟ مين اللي حضرتك المتضرر؟ اللي خسر 3 ألقاب بفعل فاعل، ولا حضرتك اللي كسبان القاب؟ مش عايزين نتكلم، انت ماتش نهضه بركان الاخير اللي كان في الفاينل بتاع الكونفدراليه، الناس كلها شافت اللي حصل فيه. يبقى فين الفساد؟ بس هقول لك كابتن اسلام برضو على ذكر القصه، وبالقياس بنفس الطريقه وبنفس الكلام اللي اتقال في البيان او نفيه او التصريحات او نفيها، هو ايه حكايه نادي نهضه بركان؟ نادي نهضة بركان مرتبط طول عمره بوجود فوزي الأقجع من أيام ما كانوا بيلعبوا فينا يا جماعة في الهواة. يعني نادي كان بيلعب في درجة الهواة، لما ظهر فوزي الأقجع ومع رحلة صعوده، هي رحلة صعود لنادي نهضة بركان في نفس التوقيت، فجأة من نادي في الهواة لنادي بينافس على البطولات في المغرب وبياخد كونفدرالية وبيتم ترتيب كل الأمور له بشكل غير منطقي. فلو هنتكلم على ان الفساد ان مصر وتونس بيكسبوا او انديه مصر وتونس او منتخبات مصر وتونس، طب هو ايه اللي بيحصل في نادي نهضه بركان؟ اللي يعني حتى نهائي الكونفدراليه، الصعود المره دي زي ما حضرتك قلت في نهائي ماتش المصري او غيره ده الفاينل بضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، كل القرارات التحكيميه كانت مثار جدل. طب انت ايه حكايتك مع نهضه بركان؟ وبعدين ايه الصعود الفظيع اللي حصل فجاه ده؟ مع الاحترام طبعا لكل نادي من كل طبعا منهوكم. ده لا ينفع علاقتنا بالوداد والوداد دي طبعا طبعا جداً. لكن انا بتكلم في ان ما عندناش مشكله في ان النادي ياخد، بالعكس لو حتى ياخد 20 بطوله ولا حتى مش مشكله، لكن اقصد في حته انك بتتهم بالفساد، علامه استفهام يعني انت بتتهمني بالفساد ليه؟ يعني او بتتهم الكاف بالفساد ليه؟ ده ذكاء كبير جدا من فوزي الأقجع على فكره. اللي هو ما هو عشان تبقى فاسد لازم تبقى ذكي جدا. أوكي. تمام. فمن الذكاء ده بشكل عام، انت بتتكلمش على حاجه انت بتتكلم بشكل عام. تمام. فمن الذكاء انه خلى الاعلام المصري كله، الاعلام المصري كله بلا استثناء، يتناسى فكره او ينسى او يغض الطرف شويه كده عن الكوارث اللي حصلت، وان احنا نتكلم في كل كوارث، وما بتكلمش علينا احنا، انا بتكلم على كل السوشيال ميديا دلوقتي موجهه الكلام كله على تصريح فوزي الأقجع، وان احنا
قاعدين بننفي عن نفسنا اتهام قد يكون هو الاول فيه. معلش يا كابتن سيد تسمح لي في حاجه. لا بس ما حدش بينفي اتهام يا لا 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 بالعكس احنا بنرد على ما احنا بنرد على 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 حاجه هو طلعها بمزاجه ونفاها بمزاجه والموضوع انتهى بالنسبه له كده. اوكي. انما هو لا هو في قمه الذكاء بصراحه. هجوم بشوفه على مجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الفتره، ايه رايك؟ والله قبل ما اتكلم على الهجوم على المجلس، يا ريت عندنا فوز رجل، يا ريت عندنا فوز رجل. احنا قعدنا نهاجم كتير اهو، انا بضربه تعظيم سلام اللي عمله لبلده، عمل حاجات بصراحه ما بتعملش. هذا المهندس الزراعي، هو مهندس زراعي بالمناسبه، فوز لقجع. هذا المهندس الزراعي ادار الكره الافريقيه في الفتره الاخيره بمهاره فائقه. هذا المهندس الزراعي خلى الاهلي يدفع ضريبه اتفاقيه الرباط بشكل واضح. اهو صحيح. مارس 2021 اتفاقيه مشبوهه وديه، وديه مشبوهه اتت ببعض المسؤولين عن الكره الافريقيه، كنا نتوسم فيهم خيرا. للاسف الاهلي اول من دفع ضريبه اتفاقيه الرباط في الوقت اللي الناس كانت بتهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، وانا هنا مش في معرض الدفاع عن مجلس الاهلي. لا وانا الاهلي لديه الكثير من الدفاع عنه ومجلسه لديه الكثير من الدفاع عنه، ولكن شهاده للتاريخ. وانا بسال نفس السؤال، انا لو كنت مسؤول داخل مجلس اداره النادي الاهلي كان ممكن اعمل اكتر من كده؟ ما تطلعش بيان. هو بيقول يعني الجمهور مستني مني تفسير، لازم اطلع بيان. لازم. برافو عليك. طب هو الناس كانت منتظره يا كابتن اسلام، منتظره فيديوهات مثلا نشتم فيها الاخر؟ مش عارف. مش النادي الاهلي. هذه ليست سياسه الاهلي. سياسه الاهلي دايما للكابتن محمود الخطيب بيكلف الجهاز الاعلامي التابع للنادي بصياغه بيان يعرض على مجلس الاداره الاعتماد ويخرج للجمهور. لا لا، قول لي تاني والنبي الموضوع ده. الناس فاكره ايه؟ ان هو يعني الكابتن بيبقى قاعد كده يفكر يوم جاي. لا لا، ده كمان بيروح مناقشات مطوله، ده بيروح مرحله ثانيه، بيروح صيغه قانونيه بخلاف الجهاز الاعلامي. طبعا طبعا، ده بيروح صيغه قانونيه، مناقشه مطوله داخل المجلس لاستعراض الامر. والكابتن الخطيب بالمناسبه احيانا وكثيرا بيتكلم اخر واحد، يستمع للمجلس الاداره بالكامل، يخرج راي يكلف اداره الاعلام بصياغته، يعرض على شؤون القناه زي ما حكيم بيقول. ده بيحصل كتير جدا، المستشار القانوني قبل ما يتبعت تاني لاداره الاعلام تتولى النشر ثم ينشر. دي الطريقه المثلى. والمناسبه الدول بتعمل كده، المؤسسات الكبرى بتعمل بحقيقة. كده الناس كانت منتظره ايه من مجلس اداره النادي الاهلي؟ ان هو يخرج على الناس بفيديوهات سباب لهذا او ذاك؟ استحاله. طيب الاهلي لجا للطرق القانونيه. انا كويس انت بتقول عشان انت فتحت الموضوع ده، بس كويس عشان ده موضوع مهم جدا نفتحه. عايز تقول حاجه ثانيه؟ بالنسبه للطرق القانونيه الاهلي طلع بيانات، ده بالنسبه للاعلام، تناول الاعلام، لكن الاجرائي والاداري الاهلي لجا للطرق القانونيه لمن يشكو. في نقطة تانية، الأهلي شكا كابتن إسلام للطرف أو للجهة المسؤولة عن فض المنازعات للمحكمة الرياضية الدولية. كونها ما استجابتش أو رفضت أو حكمت للآخر، كونها ما استجابتش المحكمة الرياضية للعدل والحق وحكمت للآخر، ده مش ذنب الأهلي. الأهلي لجأ للطريق. أنا دلوقتي لو اتخانقت مع كابتن إسلام هروح فين؟ اسم الشرطة أو المحكمة، صح؟ الأهلي عمل كده، راح للمحكمة. كل المحكمه حكمت مش خلاص كله. هي حره. لكن الاهلي ماذا قصر الاهلي؟ ده سؤال انا نفسي الناس تجاوبني عليه. وفي سؤال ثاني، بعض المطالبات مجلس اداره النادي الاهلي، بعض المطالبات بانسحاب الاهلي والناس. معلش عشان دي نقطه مهمه جدا. لا لا معلش، عشان دي نقطه مهمه جدا، وانا قاصد برضو ان انا اتكلم فيها، لانها عشان نبقى فتحنا كل نقطة حاجه. خطيرة صحيح. انا نقطه خطيره جدا. انت كنت عايز تقول حاجه لمحمود؟ ان فكره اصلا هو انت بتشتكي من ايه؟ ده انت بتشتكي اصلا من حاجه غير منطقيه، فانت ازاي مش عايزني اطلع بيان وانا اصلا بشتكي من حاجه غير منطقيه؟ انت رايح تلعبني ماتش فاينل بتقول انه محايد في ملعب منافس، يعني عايزني ما اتكلمش او ان انا المفروض اطلع اقول للجمهور ايه؟ صحيح. يعني انا بشتكي اصلا من حاجه غير منطقيه يا جماعه. ومين انا عشان اديك الحكم يا كابتن؟ الكاف الافريقي. طب الاتحاد الافريقي ده جه نزاع معايا، يعني انا بشتكي الكاف. انت اللي تنشر، انت اللي تنشر الحكم. بس اللي انا فاهمه ان لازم الكاف اساسا كان يوافق على ان النادي الاهلي يروح عشان التحكيم بغض النظر. بس مش انت اللي تعلن يا كابتن، انا مشتكيك انت بس. بقى ده انا بقول لك دي علامه استفهام. دي علامه استفهام. مظبوط. ما هي مرحله علامات الاستفهام. علامات استفهام كتير لما انا بقى بشتكي حضرتك يا كابتن، وانت حضرتك المحكمه تحكم حكم حضرتك اللي تقوله. طب ده فين المنطق؟ ما هو ده كده لو حكم. لا بس هو برضه لو الاعلان مخالف اعتقد كان وصل اكيد. لا طبعا، لا هو مش مخالف. استحاله يعني. لا هو مش مخالف. ده دي من ضمن الحاجات النزاهه اللي بيطالب بيها فوزي لقجع. ما ده اللي انا بتكلم عليه. ما هو فوزي لقجع حضرتك بالمناسبه، بس عشان نقدر نتكلم بشكل كويس عن موضوع الانسحاب واعرف رايكم في هذا الامر، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن ما حدث في النهائي الافريقي.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمر هبدا بيك وهاخد راي حضراتكم كل واحد فيما في كلمه الانسحاب او اللي بيقول ان احنا كان يجب ان احنا ننسحب من النهائي الافريقي. على فكره ده مش راي، ده راي بعض عشان ناس بتتكلم في هذا الامر، مش واحد. انا ما بتكلمش على بوتريكا بس، بتكلم عن مجموعه. لا انا ضد الانسحاب يعني كمبدا من اي مواجهه. اوكي. حتى لو ان الظروف لم تكن يعني مواتيه ولا حياديه وغابت غاب تكافؤ الفرص وكل شيء، لكن ما انسحبش، لانه انا لو انسحبت انا كاني قدمت الهديه ليهم اللي بيدوروا عليها. هو كان كل اللي بيدور عليه من كل المضايقات دي ايه؟ انه عاوزني ما اخدش البطوله. فانا اروح قايل له والله طب انا هروح اقعد في البيت بقى والسلام عليكم. مش البطوله دي بس كمان، خلي لا هيجي بقى يعاقبني بقى. هيجي يعاقبني بغرامه مغلظه، هيجي يعاقبني باستبعاد على الاقل 3 سنين من مشاركه في البطولات. صحيح. انا كنادي على الموضوع القادم، انا كنادي كمان عندي مشاكل يا جماعه. لازم نتعامل مع كره القدم باعتبارها صناعه وبتدخل فلوس. النادي الاهلي بيصرف، بيجيب لعيبه، بيتعاقد مع مدرب، بيتعاقد مع اجهزه، بيوفر لهم كل اللوجستيات. ليه؟ علشان هيكسب فلوس من ورا ده لما هياخد بطوله. فانا التارجت بتاعي ان انا اخد البطوله، فمهما كانت الظروف مختلفه غير عادلة، أنا ما ينفعش أطرح فكرة الانسحاب، لأن لها تبعات يعني أسوأ بكتير من أن أنا هلعب المباراة حتى لو في ظروف غير عادلة. وبالتالي أنا ضد فكرة الانسحاب تماما. خالد. لا طبعا فكرة من وجهة نظري كارثية بكل ما تحمله كلمة معنى. أولا استدعاء موقف والقياس بيه على موقف آخر، كل واحد ده ظلم بين. أولا إحنا انسحبنا من قبل ما البطولة تبدأ، وقت قرر الكابتن صالح سليم تسعينات، ده كان وقت. ثم ما كانش فيه في الاعتبارات زي دلوقتي لا الاسباب التسويقيه ولا نادي اكتر تتويجا على مستوى العالم ولا كل ده، ما كانش بيضيف ولا نادي القرن ولا مكافئات حتى لو لسه بعيد ولا الملايين ولا. انا كابتن اسلام، انا نادي مختلف. انا مش نادي بصرف تقريبا 200 مليون في السنه ما اعرفش موردهم منين علشان في الاول وفي الاخر انافس على دوري. ده مش الاهلي بس، انا ما بتكلمش على اي منافس ليا محلي، لا في كل الدول، في كل قاره. انا ليا تارجت معين، باخد من افريقيا فلوس كده، باخد من كاس العالم كده، باخد نظير عقد الرعايه اني بشارك في افريقيا وان باخد افريقيا العالم. وان المرشح دايما في افريقيا وان مرشح دائما لبرونزيه كاس العالم، فده بيزود قيمه التسويقيه. أوكي. فانا اجي بايدي اسيب كل ده علشان يعني انا بدي الناس السلاح اللي تضربني بيه علشان قرار الناس شايفاه ان هو هيحفظ هيبه الاهلي. لا، الانسحاب عمره ما كان حفاظ على هيبه نادي ابدا، حتى لو كلنا كنا عارفين ان هي مسرحيه هزليه، مسرحيه معده، واحنا عارفين وقلنا للناس كلها ان احنا عارفين، بس انت لا تملك خيار الانسحاب اطلاقا. طيب حكم، وبمناسبه هو برضو خالد بيتكلم وبيقول ان ده احنا عارفين ان هي مسرحيه هزليه. على فكره هي قد تكون مسرحيه هزليه عشان بالعكس علشان يزقك للانسحاب طبعا ويبعدك عن وجهه نظر اللي هي العكس. اولا فكره الانسحاب دي فكره طبعا يمكن غير مقبوله عند كل العاقلين اللي بتتناول الموضوع وعارفه اهميه كره القدم، بالنسبه لان كلنا عارفين المسابقات المحليه مع كامل الاحترام ليها هي كل المكسب اللي فيها بتؤهلك لانك تشارك في البطولات، لان حاليا المورد الرئيسي لكل العاقلين الفكره خد بالك اللي هي المكاسب الماليه اللي بتجيلك من دور الابطال افريقيا ثم المونديال، ده حاليا المربح بالنسبه لك. بس في حاجه مهمه جدا لازم اداره النادي الاهلي تشتغل عليها الفتره اللي جايه. خطاب شيك يتبعت للاتحاد الافريقي، لو سمحت ابعت لي لائحه واضحه ثابته لدور الابطال او الكونفدراليه، ابعت لي حضرتك انا لما احب اشتكي من التحكيم اخاطب مين، لما احب اشتكي لجنه مسابقات اشتكي مين، لان انا بقول لك معلومه واتحدى، مفيش لجان في الكاف بتنعقد، كل اللجان من اوروبا. اللي بيدير الكاف ثلاث اشخاص هم بدرس موتسيبي، فيرون اللي هو السكرتير العام، وفوزي لكجع. مفيش اي حد تاني بيدير الكاف ولا حد يعرف حاجه عن اي حاجه، كل رؤساء اللجان ما بتنعقدش. فابعت لي ابعت وفي الاخر يقول لك انت بلد انت المقر. لا لا انا عندي. انا بقول وفي الاخر تتهم بده، ده المفروض تتهم انك متجامل بسبب انك موجود بلد المقر. المقر عندي ده اتهام؟ ده بيقول لك ان انت بيتم تسهيل ليك طول الوقت. ده ميزه يا فندم. احنا 2007 دي اقول ايه بس، يمكن عشان الواحد بقى ماشي اهميه الخطاب ده ليه. انت بتاخد ورقه في ايدك من بدري. من بدري اديني ابعت لي لائحه عشان ابقى عارف في تقديم ولا ما فيش.
ومين اللي يقدم، لان المفاجاه اللي الناس كلها سايبه الموضوع الاساسي هو مين اللي قدم الثلاث ملفات بتاع دوري الابطال افريقيا. مين؟ اتحادات. يبقى ده مش موضوع اتحادات بس، مين؟ السنغال. السنغال. المغرب. مين السنغال؟ من جوه المكتب. مين السنغال؟ أوجستين سينجور. أوجستين سينجور النائب الاول رئيس الكاف وعضو المكتب التنفيذي لليفا. من جوه المكتب يعني. من جوه المكتب. نيجيريا بينك عضو المكتب التنفيذي للفيفا ورئيس الاتحاد النيجيري، وفوزي رجع النائب الاول للكاف وعضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا. للكاف والفيفا يقصد انه اللي عارفين بواطن يعني دول اللي عارفين بواطن الامور دول لك قال لك قدم. فحضرتك انا هطلب من دلوقتي لائحه واضحه ومحدده بكل التواريخ والمواعيد الخاصه بدور الابطال او الكونفدراليه، عشان برضو الكلام ما يبقاش للاهلي بس، يبقى الكل قبل نهايه الموسم تبقى ثوابت حاجات ثابته يعني. قول لي المكافئات امتى، قول لي لو انا احب اخاطب لجنه الحكام اشتكي على حاجه معينه ابعت لي مراسلات معينه تبقى واضحه، لان انا بقول لك مفيش لجنه بتنعقد في الكاف، وده كان على مستوى مفيش لجنه بتنعقد، لان كل اللي جاي حاليا ماسكها ناس من اوروبا، واللي بيدير الكاف ثلاث اشخاص بس. محمود اعرف رايك برضو. بص يا كابتن اسلام، انت حابب يعني فريق بيبحث عن منافسه ريال مدريد على الاقصى تتويجا في العالم ينسحب؟ ده انا بصدق اخد بطوله عشان اقرب وانا بنافس الكبير بتاعنا. جزء من الحزن بتاعنا ان احنا ريال تو. أيوة ماشي. واحنا بالظبط انا بنافس كبير اوروبا وكبير العالم، انسحب واترك البطوله ثلاث سنين زي ما عمر بيقول وعقوبات ماليه اقل حاجه كمان ده ممكن. انت ما تضمنش هو هياخد قرار ايه اصلا، ومش هيطبطب عليك بالمناسبه يعني. ده يلا بقى. يبدو ان الاهلي عامل لهم ازمه نفسيه فمش هتطبطب عليك. ما انا بقول لك هو انا بشوف ان المسرحيه العكس. بالظبط والله مش المسرحيه الناس انت كنت تنسحب من الماتش ده، المسرحيه انت كنت تنسحب علشان يعمل فيك كده يخلص منك. إيه بص يا كابتن اسلام، اللي على البر عوام صح، من يطالب بالانسحاب الفرجه غير الاداره طبعا، اللي بيقعد على كرسي مجلس الاداره كرسي حساس جدا، قرارات حساسه ومصيريه. صحيح الكابتن صلاح سليم اتخذ قرار تاريخي، لكن الظروف زي ما خالد بيقول غير الظروف تماما. اولا المكافئات ما كانتش تذكر بالوضع الحالي، قيمه الاهلي كمان بتتزايد بشكل كبير جدا. احنا كنا في ابو ظبي في كاس العالم اللي فات يا كابتن اسلام، لا الاهلي له مكانه كبيره جدا. تضيعها انا يعني وانا لا مش مطلع بعلم الغيب، بس الكابتن صالح سليم لو كان يعلم ان هناك نادي القرن كانش عمل كده. طبعا ازاي هياخد انا افكر لا. والقرار اللي انت اخدته ده انك تستمر في البطوله ده مش عشانك انت دلوقتي، عشان ان شاء الله باذن الله يعني اكيد كلنا مش كل موجودين في القرن الجديد، يعني القرن الجاي هيتقال انك في اول 20 سنه خلصت الواجب اللي عليك، فما ينفعش انك خدت قرار ويتقال ساعتها انك خدت قرار بعد ما انت كنت بعيد عن كل الناس، اخدت قرار خليت كل الانديه الصغيره والانديه المتوسطه ان هي تحاول تقرب منك علشان قرار انت اخذته في لحظه كنت بتحاول تثبت فيها كبريائك. النادي الاهلي لا يحتاج اثبات كبرياء من حد، الناس كلها ارقامه، الناس كلها والقاره كلها تآمرت على النادي الاهلي فقط عشان يخسر مباراه، فقط عشان يخسر مباراه. انا بس كابتن اسلام تعليق اخير اتفضل للجمهور والمحب والعاشق للاهلي واللي ساعات بينتقده حبا فيه. طبعا طبيعي. الرجاء الوحيد قبل ما تنتقد اسال نفسك السؤال، لو انا المكان اعمل ايه؟ هل اللي انا عاوزه ده هيكون في صالح الاهلي؟ الانسحاب هيكون في صالح الاهلي؟ بالتاكيد هجاوب اقول لا، يبقى ما طالبش المجلس بيه. انا جبت صوره للكابتن خطيب، انا برضو ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، والموقف الرسمي للنادي واضح. هات لي الصوره ثانيه يا سمير لو سمحت. الموقف الرسمي للنادي واضح، هو اتقال امبارح ان في قد يكون هناك اجتماع مرتقب لمجلس الاداره او اجتماع طارئ لمجلس الاداره. أيه صحيح. علشان يتم اتخاذ فيه قرارات معينه. طلع بيان من النادي الاهلي مثلا في حاله زي دي المفروض انا اطلع اعمل ايه؟ هتقول بيان؟ ما انا لازم اقول بيان يعني ماشي. صحيح. طلع بيان من النادي الاهلي اتقال في ايه؟ اتقال يا جماعه ان ما حدش بيفكر في اجتماعات مجلس اداره قريبه ولا بتاع ولا اي حاجه. فانا بصراحه افتكرت الصورتين دول، اي حد يشوف الصورتين دول زي ما انا قلت في البدايه الصوره اللي فوق تقريبا هي الصوره اللي تحت. ما الصوره اللي فوق دي القاره كلها دفعت ثمنها كام سنه قدام؟ ما هو ده اللي انا قلته. ما هو ده اللي انا بقوله، وخلي بالك بص كابتن خطيب فوق وبصوا كابتن خطيب تحت، تحس ان الصوره يعني هنا لابس كرافته وهنا مش لابس كرافته، ده الفرق في الصوره. ونفس التعبير بالظبط. والوزير العام فاروق برضه نفس الكلام. ولسه كنت هكمل لك، ما هو انا والوزير العام فاروق شوف هو هنا باصص يمين وهنا بس نفس نفس التعبير بالظبط. هنا ما خسرنا من سان داونز وطلعنا من دور الثمانيه على ما اتذكر في 18 19 صحيح. وهنا امبارح في النهائي الافريقي
انت حضرتك زعلان اللي حضراتكم شايفينه ده او تعبير الحزن الشديد جدا من الكابتن خطيب ومن الوزير عمرو فاروق ده علشان حضرتك خرجت من النهائي. بالظبط النهائي الثالث على التوالي. النهائي الثالث على التوالي اللي بنسيتنا يا كابتن. اكمل النقطه دي. ما خرجتش من اي من دور ال 32 ولا طبع. من 16 ولا من دوري المجموعات ولا كمل. من كمل ولا من بقيه ولا الدور اللي قبل لا من الدور النهائي صحيح النهائي الثالث على التوالي. لا ده النقطه على التوالي. فحاله الحزن اللي حضرتك شايفها فوق هي حاله الحزن اللي حضرتك شايفها تحت عشان خرجت من المباراه النهائيه. تعالى لي سمير قول لي يا خالد عايز تقول ايه. الفرق الوحيد اللي بين الصورتين ان انت فوق معترف انك خسرت كوره انما تحت انت ما خسرتش كوره بس والنبي عشان برضو لا في جزء بس انا قلت طبعًا. بس يعني لا احنا خسرنا كوره طبعا طبعا كان في اخطاء لان في النهايه فنيه طبعا الروح في الوداد امبارح كمان كانت مهما خليني اقول لك اتكلم بمنتهى لا هو كماتش كوره ماتش كوره لكن برضو ما تسالنيش عن ماتش الكوره وتجيب لي اللي قبله عندك تاكيدا على كل الكلام ده. انا تليفوني لو فتحته لك تشوف رسائل من امبارح للنهارده من مسؤولين في اوروبا ومن جنسيات مختلفه بيتكلموا على حته الاوفير بالمناسبه يعني عشان بس ما حدش على فكره طب ممكن المباراه دي ده حصل فعلا. لا انا اقصد ان المباراه دي كان ممكن تبقى في ملعب اخر وتتغلب ممكن بس جدا دي كوره ما هي كوره بس اخد حق بعض الناس يا كابتن اسلام اخيرا كان بتلوم عن عدم علم عن عدم علم الاهلي ازاي ما طلبش هو طلبش ينظم يعني مش النادي هو انت عندك شك ان الاهلي لو يعرف لا ما كانش هيقدم انا بس هنا ما فيش درج أيوه هنا لو في درج بس هنا ما كانش في درج والله عارف الاهلي لو يعلم يا جماعه شباب النبي بيعملوا لنا درج هنا عشان احط فيه الجوابات لما تيجي والله فكره كويسه عشان ابقى احط فيه الجوابات عشان لما محمود ولا خالد ولا عمر ولا حكم يجوا يتكلموا اطلع الجواب واطلعه في الوقت اللي انا عايزه وما طلعوش ودون الاتحاد الافريقي يا كابتن وانا اقدم لكم كل سنه. خلينا نطلع فصل وبعد الفصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المرحله القادمه وكيفيه تعامل النادي الاهلي مع المرحله القادمه يا عمر. المرحله القادمه محتاجه اعاده صياغه في علاقه الاهلي باتحاد الكره المصري وبالكاف. لابد ان منظومه الكوره ما فيها تسلسل. انا ما اقدرش اشتغل لوحدي وما اقدرش اتخطى اتحاد الكوره في تعاملي مع الكاف ومع الفيفا. وهنا المعضله لو انا بعتمد على النادي الاهلي بشكل مباشر فانا مش هبقى قلقان لكن اكيد هيبقى عندي تخوفات واكيد هيبقى عندي قلق لما الاقي ان انا علشان اخاطب الكاف لازم اخاطب اتحاد الكره المصري وهو يخاطب الكاف او اخاطب اتحاد الكره المصري عشان يخاطب لي الفيفا. بعد اللي شفناه الفتره اللي فاتت لا اتحاد الكره كمان يعني في حاجات كده صغيره يا كابتن اسلام بس مهمه الله يرحمه كابتن سمير زاهي. كابتن سمير ما كانش عمره تحصل معاه مشكله. انا رايي الكابتن خالد بيومي اعتقد هو اللي كاتب التويته دي فكرنا بالعظيم الراحل راجل محترم الحقيقه. لا وكان كان ما كانش تحصل عنده المشاكل دي ابدا يعني. في امور كثيره لكن في نقطه مهمه قوي يبدو ان هناك شخص ما او افراد ما بدون تسميه اسامي قافلين المفتاح شويه بتاع الفيفا على اتحاد الكوره المصري. الفيفا والكاف يعني بس خليني في الفيفا تحديدا عشان في حاجه هقول لك عليها حصلت خلتني استغربت شويه. اتفضل. فعليا احنا بنتكلم عن اتحاد الكره عنده مجلس محترم جدا منتخب موجود شغال في الوقت الحالي برئاسه الاستاذ جمال علام. لما تشوف انه جياني انفانتينو كان موجود في باريس الفتره اللي فاتت وحضر المباراه النهائيه لدوري الابطال وكده، لكن كان في حدث تم دعوه اكثر من 20 رئيس اتحاد من اللي تم انتخابهم مؤخرا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. تم دعوتهم للقاء انفانتينو لمناقشه برنامج الفيفا فورورد والكره النسائيه وتطويرها ويطوروا مسابقات الفيفا ازاي. وتم في مكتب الفيفا الجديد في باريس منهم ياسين ادريس ديالو اللي تم انتخابه مؤخرا قريب من شهرين تقريبا او من شهر رئيسا للاتحاد كوت ديفوار. ازاي مصر مؤسسه الاتحاد الافريقي واتحاد الكره المصري اللي متاسس من سنه 21 وعرقته التاريخيه دي كلها وما يكونش مدعو في وسط الناس دي؟ يعني هنا السؤال نفس بالظبط. فهنا انا عايز اشوف اتحاد الكره لازم يبتدي هو يفكر انه يخبط على باب الكاف والفيفا. لازم اتحاد الكره المصري يبقى عنده كوادر. شوف المغرب عندها كوادر جوه الكاف. ما ينفعش ان انا يعني لازم اتحاد الكره يبتدي يشتغل على الملف ده حالا. بس انا برضو يا كابتن اسلام كاعلامي برضو اتفضل اتفضل المفروض اسال على دور ابن بلدي مهندس انا مريدي. اوكي لازم اسال عليه. انا واحد من الناس لازم اقول هو ليه السنغال وليه المغرب وليه نيجيريا عرفوا ان في تقديم لنهائي افريقيا وانا ما عرفتش. اوكي مع ان انا عندي
عضو مكتب تنفيذي وعضو مكتب قديم. انت هنا هتروح للمهندس هاني ولا هتروح لاتحاد الكوره؟ ما هو ما هو لا ما هو معلش خلينا نتكلم. انت هتروح للمهندس هاني؟ ما هو اتحاد الكوره دول لسه جمال عبد الحكيم كان بيقول الاتحاد السنغالي على فكره كان الموقف ده في وقت الاستاذ جمال علام عرف عن طريق سنجور. الاتحاد السنغالي عرف وقدم عن طريق سنجور مظبوط. والاتحاد النيجيري عرف وقدم عن طريق بينك والاتحاد المغربي طبعا عرف. بس لازم واحد يكون فاهم الطبخه جوه. عرف عن طريق مين؟ عرف عن طريق فوز الاقجع. طب معلش 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 يا استاذ خالد معلش كابتن اسمه لك على حاجه. لا حاجه واحده. هل حضرتك تعلم مثلا المهندس هاني قال لاتحاد الكوره مثلا ولا لا؟ انا ما اعرفش. طب انا هقول لك على حاجه معلش هقول لك حاجه صغيره جدا. لازم يوصل لاتحاد الكوره يعني الجواب دخل الدرج. انا بقول لك عشان كده عايزين نعمل. انا ليه قلت الجمله دي يا كابتن؟ طب انا بس هوضح الجمله دي. تعال نفترض يا كابتن ليه بوضح لك ان انا قلت الثلاثه دول هم عاملين مبوطن الامور والمفروض انا مش معترض. لا انا هقول لك ليه. هقول لك بس بقول لك وجهات النظر الاخرى لازم اكمل. هقول لك بس هقول لك الجمله دي. تعال نفترض اتحاد الكوره خد خطاب الضمان للحكومه وقدم ال 23 صوت اعضاء المكتب التنفيذي للكاف برئيس الكاف. كم صوت هتاخد منه لو الراجل اللي عامل مبوطن الامور مش هيديه؟ عشان كده قلنا ولا صوت. عشان كده قلنا ايه الله يرحمه كابتن سمير زاهي. بس فهمت انا بقول الله. انت لو قدمت مش هتاخد صوت. هجاوب على سؤالك كده. اكمل اتفضل انا مش هنسى جزئيه المكتب التنفيذي دي قلنا ماشي ليها تخريج. طب ما هو برضو الكلام اللي قال عليه عمر. هو ليه المهندس ابو رده ما بيقولش للنادي الله امال مصر فين؟ ما دعتوش مصر ليه؟ لا ومن قال لك معلش ما هو انا هنا برضو لو انا مكان حد بيحب المهندس هاني ابو رده هيسالك هيقول ايه؟ هيقول لك طب ما هو انت شعرفك ان هو ما قالش ماشي خلاص. لا انت عندك معلومه ما اوكي انا ما عندي مش يعني هيقول مش هيقول ما قالش مش هيقول اوكي دي وجهه نظر تمام. لا انا يعني مصدقك على فكره انا لا انا مش بقول لحضرتك ده للي بيسال بقى يعني للي خلي بالك هي دايما هتلاقيها رايحه في هذا الاتجاه. انا دايما بحب اخد النصف الاخر ده لازم يا كابتن لازم علشان المشاهد اللي بيتفرج على حضرتك يفهم ما يبقاش يبقى احنا ماشيين ضد حد بالظبط. لا احنا مش ضد بس يا كابتن اسلام المنطق والعقل تمام. لما تحب تخاطب حد عدي الكلام على عقلك قبل يعني انا اقول لك كلام مش شرط انك تصدقه بس عديه على عقلك. اوكي الازمه المولعه دي كلها المهندس انا برضه ما طلعش بتصريح. طب قول لنا يا باشمهندس لو سمحت قول لنا دلوقتي حصل تصويت ولا ما حصلش؟ محدش عارف. طيب كان قدم السنغال ونيجيريا ومصر ولا والمغرب ولا محدش قدم؟ لا والمغرب لوحدها. لا ده قرار من الاتحاد الافريقي فوز يعني فوز الاقجع قال لك تصويت فوز الاقجع قال لك حصل تصويت. الاتحاد الافريقي قال ايه في لما رد على الاهلي؟ قال لك لا ما حصلش ده السنغال انسحب. طب اذا هو تضارب انت حضرتك قول لي اطلع قول لي الوضع ايه. مش انت جوه المكتب التنفيذي مش انت صوتت المغرب وقلت انا صوتت المغرب عشان 1 2 3. طب قول لي هو ما نطقش في الموضوع ده خالص ما ردش. عشان كده التحيه للاقجع. عشان كده التحيه للاقجع. اوكي كل التحيه للاقجع. هو عمل لخدمه بلده. هو راجل يلام على فكره. على فكره انا لسه حتى كنت بفتح دلوقتي وقريت اللي هو تصريح برضو على كره بلس يعني اتقال في هذا الامر انه الاتحاد المغربي هذا ما قاله لاقجع عن الانديه المصريه ولم نشكك في اي بطولات للكره المصريه. محمد مقروف كشف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لكره القدم كواليس مثيره عن مباراه الاهلي والوداد وقال حقيقه تصريحات هجوم فوزي لاقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم عن الانديه المصريه وقال في تصريحات تلفزيونيه ذهب اللقب بالامس لمن يستحق وجهه نظره. وبسؤال عن منح الاهلي عدد 2500 رد قال تم الاتفاق مع السفاره المصريه في المغرب ان اي مصري ياتي الى المغرب من اي دوله يحصل على تذكره المباراه وكانت التذاكر توزع مجانا على عكس الجماهير المغربيه. طبعا اي كلام مش اي كلام المعلومه ولكن يعني حتى لو كده ما هو كل واحد بيبرر. ما ردش كابتن اسلام عندك على المشهد بتاع مجلس الاداره؟ ما حد لسه هنشوفه. يا ريت. واضح سبب تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في التواجد اللي انت بتتكلم فيه ده مع اعضاء البعثه. وقال محمود الخطيب حب الجلوس مع افراد البعثه المصريه في المدرج. ده فوق في المدرج او بيتكلم على انه قعد في الصف الثالث اللي هو بيتكلم عليه ورفض في نهائي دوري الابطال. وتطرق الحديث برضه نقاش عن تصريحات فوزي لاقجع وقال لم يدلي باي تصريحات لاي جريده جزائريه وبالاخص جريده الشروق. بس هو احنا قريناها في جريده الصباح. هي الشروق نفسها كاتبه نقل عن الصباح. يعني هي الشروق نفسها كاتبه نقل عن الصباح. في ارتباك حتى في النفي. نعم في ارتباك حتى في النفي. يعني مش ممكن يعني ما هو برضه ما انا لازم اقول الكلام انت فاهم يعني طبعا لازم اقرا كلمتين تاني صيغه نفي النهارده وكل صيغه فيها سكته وكل صيغه فيها سكته كل صيغه فيها نف فيها تاكيد لما اكيد ان في كلام اتقال يعني بيقول لك انا ما قلتش للشروق. هو الراجل قال انا قلت عيسى حياته. بس عموما برضو محتاج اعرف من حضراتكم وسريعا جدا يا عمر يا خالد يا حكم يا محمود عايزين برضو نعرف كلمات اخيره للجمهور وللاهلي وللنادي الاهلي فيما هو القادم لان هو القادم هو الاهم.
يعني انا رايي انه النادي الاهلي بنفس هذه التشكيله من اللاعبين وبهذا المجلس وفي وجود الكابتن محمود الخطيب حصد كل بطولات الكوره الممكنه، وبالتالي انا ضد اي تسرع او ضغط. الجمهور من حقه يقول كل اللي هو عايزه ومن حقه ينتقد طبعا، وانت خسران نهائي فلازم تستوعب كل الانتقادات، لكن في النهايه انا ارى انه لابد يكون في نوع من انواع الهدوء، وان انا افكر في اللي قدام اللي جاي انا هعمل ايه على مختلف الاصعده فنيا في بطوله الدوري وفي البطولات اللي انا هدخل فيها واشارك فيها بعد كده، والناحيه الاداريه انه انا هعمل ايه مع الكاف ومع اتحاد الكره الفتره اللي جايه، هو ده الاهم، لكن الهدوء هو المطلوب في الوقت الحالي. خالد طبعا هاخد من كلام عمر الهدوء، ولكن برضو المصارحه، يعني احنا لازم في الغرف المغلقه نقعد ونتكلم مع بعض ونشوف اخطاء اللعيبه كانت ايه. ده بيحصل ده يعني ده اصل انا برضو ما هو انا عندي مشكله انا اسف ان انا هقطع بس هخليك تكمل، لكن انا عندي مشكله في هذا الامر. هو انا كمدير فني او انا كمجلس اداره، انا اسف، هو مش من حقي ان انا اقول للمدير الفني انا خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا، فهل مش من حقي ان انا اقول للمدير الفني تعالى انت خسرت نهائي دوري ابطال طبعا وبيحصل طبعا يعني لا اصل هو الاخبار اللي عماله تقول لك كذا وفي ايه، طب ما هو على فكره ده لازم يحصل صحيح، مش مثلا ده فكره. والاكتر من كده كابتن طبيعي ان الناس تسال موسيماني مكمل ولا مش مكمل، لانك انت خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا اكبر بطوله قاريه، طبيعي الناس تسال، وطبيعي انك تتعامل مع السؤال، وطبيعي انك تتعامل مع الاخبار، وطبيعي انك تحدد خطتك، لان الوقت على فكره الوقت مش في صالحك. على فكره لو انت بتفكر في دوري، بتفكر في الكاس، بتفكر كاس القديم والكاس الجديد، وبتفكر في ده قصه ثانيه، بتفكر في ثلاث بطولات في شهرين، دوري ابطال افريقيا، ما هو في النهايه للاسف وضع الجدول المصري بيخليك انك لازم تبص للموسم الجديد وانت في نص الموسم. الجدول اللي هو 30 8 اللي هو ده مش هيخلص 30 8 كم 80. ما هو انت لو بتفكر على سبيل التعاقدات مثلا في الاجانب والكلام ده كله، انت لازم تبدا تتكلم من اول 6، لان كل الناس فاضيه دلوقتي من اول 6، وكل لاعب اجنبي مثلا بيدور عايز يشوف هيروح فين، وبالتالي انك لو عايز تدور على حاجات متميزه لابد انك تشتغل عليها دلوقتي. فاللي هيعمل ده هو المدير الفني، فلازم تحسم امورك. اكيد انا ما اتكلمش على ان موسيماني، او عندي معلومه ان موسيماني انا بتكلم على وجهه نظرك، لكن الموقف الرسمي للنادي الاهلي واضح. طبعا واضح، ما النادي الاهلي اعلن امبارح ان مفيش مناقشه وان مفيش اي شيء، انما لابد انك سريعا تحدد احتياجاتك وتشتغل عليها وتشوف احنا النقص كان عندنا فين، وكان عندنا العناصر اللي لم تتأقلم، عشان احنا لسه في وسط الموسم لابد احنا نتكلم عليها بالشكل ده، لم تتأقلم مع النادي الاهلي لابد انك تعرف هتعمل معاها ايه، العناصر الواعده تشتغل عليها ازاي، الجهاز الفني لو في اي امكانيه، لو في اي انا وجهه نظري الشخصيه لابد ان يكون في معد نفسي للاعيب النادي الاهلي. ده لازم، مش وجهه نظري الشخصيه ده لازم كلنا، واحنا اتاخرنا فيه كتير. لا هو كان في ده من ايامنا احنا، ايام ما احنا كنا بنلعب ومشي لا حصل، لا جه بعديها برضو، بس انا بوريك ان يعني لا من ايام انا كنت بلعب. جه دكتورين فعلا، جه مرتين ولا بس وقت بس ما كملوش يعني كتير. تمام، فاتمنى ده. اتمنى حاجه ثانيه؟ لا انا حاجه صغيره جدا للجمهور، انت من حقك تزعل، من حقك تنتقد، لان انت اللي صاحب، يعني انت العنصر الوحيد في المنظومه اللي مش مستفيد غير حبك للنادي. تمام، من حقك تنتقد، من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن في حدود. الجمهور جمهور، الجمهور لا يدير، سيب اللي يدير هو اللي عارف. اهل مكه ادرى بشعبها، ومن حقك انك تحاسب، يعني من حقك انك تحاسب اخر الموسم. انت اللي بتعلي وانت اللي بتنزل، وانت اللي بتنزل. انت بتقول انت دخلت 6 بطولات السنه دي، خسرت منهم دوري الابطال، لسه فاضل لك 3 بطولات، تمام، 4 بطولات، اخر الموسم نحاسب. فالجمهور حقك تنتقد، لكن سيب اللي بيدير هو اللي يقود، ما تضغطش عليه، كفايه الضغوط اللي حواليه، سيبه يشتغل وما تضغطش عليه. محمود، انا هختم بجمله بسيطه، ان احنا نفس سياسه النادي الاهلي، نفس السياسه، غلق الملف وفتح ملف اخر. حتى لو كنت كسبت كنت هتعمل، كنت هتقول هذا الكلام بالظبط كده. بالظبط كده الاستلام ده نقطه مهمه. الاهلي في 2005 و2006 كسب دوري ابطال افريقيا وحرم من الثالثه في 2007، بيتكرر نفس المشهد 2020 2021 وبيحرم من 2022. ربما يكون ده دافع لفريق الاهلي انه يحصد الثلاثيه القادمه رغما عن انف الكاف ورجاله ومسؤوليه اللي مصرين طول الوقت ان هم يجاملوا
فرق على حساب اخرى وربما منتخبات على حساب اخرى ويديروا المشهد كاملا من الرباط. فالاهلي امامه تحدي جديد اسمه الثلاثيه القادمه. من وجهه نظري ان ده هيكون اكبر تحدي للاهلي وجهازه ومجلسه انه يفوز بالثلاثيه القادمه ان شاء الله. معلش يا كابتن سامي قبل ما تقفل، التصريحات اللي اتقالت نفت نزلت حالا تاني على موقع البطوله، موقع وجريده البطوله المغربيه، ده احد اقوى واكبر المواقع في المغرب، نزل يعني بالنص تاني قوي. وتاكيدا بعد ما نفوا نزل بالنص تاني حالا من 10 دقائق. يعني في الاول وفي الاخر مش فوز الاقجع هو اللي نفى. في ناس بقول لك نازله على موقع البطوله من هنا اكبر اهم في ناس من هنا اكبر اهم هي اللي المواقع استدعت الرياضيه في المغرب. في ناس من هنا هي اللي استدعت النفي ده. ادينا بنشوف الحل وادينا بنشوف الامور والحمد لله كل حاجه بتظهر امام حضراتكم. ويعني بس عشان ما يقولش امثله صعبه جدا واحنا على الهواء، عموما اتخيل ان القادم افضل من اللي فات. كمان كره القدم دائما ما بيكون فيها، وانا قلت لحضراتكم قبل هذه المباراه قلت لكم يا جماعه احنا عندنا نتيجتين في المباراه دي، لا قدر الله الهزيمه والفوز. لو كنا كسبنا زي ما محمود قال كنا هنعمل ايه؟ كنا هنقفل برضو الملف، هذا الملف تماما. النهارده كنا هنفتح الملفات القادمه بقى، الدوري او الكاس او 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 كاسين يا كابتن او الكاسين. معلش مفيش حد مفيش حد والله محدش بيعمل كده مفيش حد ما بيغلطش. ولكن هم مش كاسين، هم اربعه، لان في سوبر برضو سوبر محلي. ما انت كاس بقى سوبر محلي سوبرين بقى هذا كاس غريب. عموما يعني نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. سيظل دائما او سنظل دائما في ظهر نادينا، هننتقد ونقول ان اسلام وحش او علي كويس او محمد وحش او محمد كويس، لكن في النهايه كلنا غرض واحد فقط وهي مصلحه النادي الاهلي. الصوره اللي حواليها لحضراتكم دي بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من المتابعين لموقف ومواقف مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره هيعرف تماما ماذا تعني هذه الصورة في الفترة القادمة. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل ما أشكر زمان آسف جدا معلش، بس هو النهاردة يوم صعب شوية، لكن في النهاية أنا بشكرك جدا يا عمر استمتعت بوجودك معايا، بشكرك جدا يا خالد استمتعت بوجودك معايا، شكرا جزيلا يا حكم استمتعت بوجودك معايا، شكرا يا محمود استمتعت بوجودك معايا. شكرا جزيلا شكرا. شكرا جزيلا لزمايلنا النقاد الرياضيين الكبار. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.